دخل حمزة الكافي بكري، محتاج انه يراجع شي حوايج، فلوس قبل الافتتاح الثاني في نهاية الاسبوع، شغل ساعات كيراجع الشؤون المالية في الكافي، كيسد الفلوس، كيراجع، كيحدد اللي بقى عنده في الرصيد. شوية من بعد بدا كيفرك جبينو، كيصفر ملي تفكر واحد الحاجة كان كيحاول ينساها. بدا كيتفكر كيفاش وافق على واحد العهد خسر بسببه اخلاقه، حتى ولا كانت الاسباب ديالو قوية، هو لدابا حس بالندامة الكبيرة تجاه داك الماضي، ما لقاش يحرقو، ماشي غير ينساه، لعندك الشهامة ديالو اللي كانت السبب الأكبر أنه ضيع ما بين الأهل ديال الخداع. حاول مرارا وتكرارا يبعد فيك الذكرى على فضل اللحظات، قلبو حس وصافي الترهق، عقلو مجمد، كافي داكشي اللي كيحسو من عذاب الضمير، بحال كيتجسد في صورة جلاد كيعاقبو كل دقيقة بلا رحمة ولا شفقة. كالعادة ملي كيفشل انه ينفضها بعيد عليه كيرجع عندها، رفع الراية البيضاء كيتفكر اللي وقع هذه 3 شهور تقريبا، والضفقات ليه ديك التفاصيل ديال داك النهار من الاول ما جا عنده شهاب للمرة الثانية، ووقف مع واحد الصديق اليوم سميتو محمود على الباب ديال الكافي كيضرب صوت خافت، اما هو ديك الوقت كان منغفس كيفكر في اتصال كيخطط ليه. نهاد هو كيسد عينيه بهدوء ورجع بذاكرته اللور، كان دخل عنده شهاب الكافي من الباب الخارجي بعد تقريبا 2 أسابيع اللي غابوا عليه، دخل مهموم حل جار وراه جبال ديال الالم، وجهه مبسم عابس وعينيه كيشهوا بالغضب والحقد، انفاسه كفيل انها تخرج ديك الحراره اللي يعني خازنها في الداخل ديالو، وعقله صحة كبير فيه واحد الضجيج. ما عرفش كيفاش قادته افكاره لحمزه مره اخرى، ولكن بحال كان عنده واحد البسيط ديال الامل وباغي يخرجو من ديك القوقعة البائسة اللي طاح فيها بسبب رقية. فكر مزيان كيحاول يستعطفو، ولكن حمزة تقريبا صافي راه صد معاه الباب في المرة اللي فاتت، سد عليه داك الموضوع، خلاه دقايق حرية التصرف مع ثبوت ديك الخطة في الداخل ديالو، كينسج الخيوط ديالها كيفاش غادي يخليه يوافق، وبالطبع خلا نفسو كيتخيل المكاسب، شنو غيوقع الا لا وافق، شنو غادي يوقع ليه، اكيد غيتفك من الرقية. حمس بهادشي نفسه مبتسم وبدا كيقنع نفسه انه خصو يخدعو، خصو يجي في الخداع، وبالتاكيد الضرر ديالو ماشي بضرر الانتقام، هو راه ماشي باغي ينتقم منها، لا باغي يخدعها حتى ينهي ديك الفجوه اللي بدات كتفاقم بينه وبين اسيل، وداك الانذار اللي كيتواصل تواصل ان علاقته غادي تفشل. اكيد ما قدرش يتخيل حياته بلا اسيل، وما باغيش يخسر قدام رقيه، يخرج من الافكار على التليفون اللي كيصوني قبل ما يجاوب، قرر يدخل الباب الثاني اللي كيدي لداخل الكافي وبدا كيهضر. الو، سمع صوت انفاسها اللي غاضبه قبل ما تجاوبه، واش باغي تعصبني يا شهاب؟ ها صافي وصلتي لهاد المرحله هادي ياك؟ صافي ما بقيتش عندك مهمه. بدا كيزير على الخصلات ديال شعره ويقول لها معصب، واش تي مسطي اسيل؟ كيفاش انا نعصبك وحنا تقريبا دابا ماشي مخاصمين كثر من اسبوع، فاش برزتك ثاني؟ ويا تنفس. نهدات اسيل وهي تقول له اللي كاين انك سبتي كومنتات خايبين سخيفين، حتى وحده خدامه معاك كتضحكوا فيهم مع بعضكم على الصوره اللي نزلتها البارح بحال انا ما كايناش. دا كيضحك، قزلك كنت عارف عمرها ما غدوش شي فرصه الا وغتخليك تكرهيني فيها، شكون هذه اللي كتهضر عليها؟ ويجاوبها من فعل، رقية اختك اللي ناويه توصلنا لطريق مسدود، اصلا شو من غير اللي غيقول لك، وانت دابا تكثر من اسبوع انت دايره ليا بلوك. كتقول له اسيل تاي من فعله، لا ماشي هي قطع وكيغوت، هي اسيل هي سبب كل شيء، ما ناويش تخلينا نكملوا حياتنا، كنكرهها فعلا وليت كنكرهها، يا ربي دير شي حاجه تبعدها على حياتنا، صافي مليت منها. واش كتهضر على اختي هكا؟ لا لا صافي حماقيتي، صافي من الاحسن تفارقوا. واخا حسن، قال وقطع التليفون على وجهها. ما كرهش يروحوا للارض يشتو، ولكن تراجع في اللحظه الاخيره ملي لمس شي واحد كتفه من اللور، تلفس بسرعه وهو كيتنفس بوتيره سريعه، كيقول له صاحبه محمود ما لا محوجو بحال كتسولو، كاين شي حاجه شي سمعت كتغوت دغيا. بدا كيعاود ليه هو كيهز راسو بالنفع، شويه مشاكل مع خطيبتي، وي ربت على كتفو وهدر راسك وتحكم في اعصابك، انت مازال غادي تشوف. يلا يلا ندخل عند حمزه، قال له محمود وسم غادي شهاب مورا. لا لا صافي شنو عرفتي شنو خليني نمشي، عندي شي حاجه خصني نقضيها. بقى شهاب كيشوف فيه ثواني، تلفت قبل ما يزيد خطوه وحده، وقفوا محمود، واش كاينه شي حاجه بينك وبين حمزه شهاب؟ عقلو ما سعفوش يقول له شي حاجه، الانفعال ديالو دابا شويه خلاه صافي ما مركزش، ما عرفش شنو غيقول له، عاد يقول له ما فهمتش انا حمزه عادي.
بدا كيشوف فيه محمود ويقول له شنو اللي وصلو انه يسحب الفلوس اللي كان واخدها منك على قبل الكافي ويعطيه لك قبل الموعد ديالها. واش طلبتيها منه؟ توسعت عينين شهاب مصيقش الحساسيه ديال حمزه في النقطه ويقول له لا لا ما طلبتهاش منه، انا عارف مزيان ان الوقت ديالها مازال ما جاش. قرب محمود منه ويقول له هو مصر عطيه لك، واللي زاد وغطى على هادشي خو اتصل بيه وطلب منه مبلغ كبير على قبل ولده باغي يدير عمليه، وحمزه راه تالف كيحسب راسو صافي غادي ينفجر. هادشي كله مصر يعطي لك فلوسك، سولو وقول له على هاد المبلغ هذا وهضر معاه، حاس بلي ضايع والله يكون في عونه. انا كون ما كنتش كنوجد العرس ديال اختي وضروري اختي ندير العرس كنت غنوقف معاه. حمزه راه راجل دير بصح عمره ما قصر معانا. هادشي بعيني هو كيشوف فيه بضيق بعد ما لمح التنبيهات ديالو ويقول له عارف وكون هاني انا ما غاديش ناخذها منه، سير انت الغرض ديالك وانا غندخل عنده. وافق محمود وخلى شهاب بوحدو كيواجه حمزه في المواجهه الحاسمه. كيتسنى حمزه من الصباح، هادشي كله خلاه كيحس بالتخبط. هيا فلوسك شهاب، مزيان انك جيتي، كنت غنصيفط لك دابا ميساج. بعدا شهاب بيدو وكيقول له بغيتاش ما جايش على قبلها. دغيا تبدلوا الملامح ديال حمزه ويقول له وعلاش جاي يا صاحبي اللي كان كيساومني ما بين الفلوس وما بين الطلب ديالو. ويتنهى شهاب ويقول له اعتبر كاني ما جيتش، ما قلت لك والو، انا كنت غير كنتعشم فيك وصافي، الا ما بغيش صافي خلاص موضوع سالا اساسا، حنا صافي فسخنا الخدمه. حتى كيرمش حمزه شحال مره وكيسولو كيحاول يستوعب واش صافي مع خطيبتك ولا شنو بسبب اختها، واش حمقيتي ولا شنو. صفر شهاب بحال كيخرج الهموم ديالو اللي حسا تراكمات عليه في المرحله الاخيره ويقول له بحزن اللي يلمس العاطفه ديال حمزه. اصلا قصتنا كانت غادي تسالي، طول ما كاينه اختها في حياتنا ما يمكنش نجمع مع بعضنا، الله يجازيها هي اللي دمرتنا. بقى ملتزم حمزه الصمت كيفكر بعقلانيه في الحاله ديال شهاب. اول مره كيشوف بهذا الشكل عينيه دبلو ملامح ديال الوجوه باين عليهم الحزن، غبرات ديك المأسمة اللي كانت ديما على شفايفو، باين ان هاد البنت بالفعل شخصيه خايبه. كل ما كانش هكا ما كانش غيوصل شهاب لهاد الحاله. انتبع على وقوف شهاب وكيقول لهم يلا انا غادي اليوم تسالى وتصد معايا حتى لدابا، تخلي الفلوس عندك محتاجهم وعاد العمليه ديال ولد خوك، غدا غنصيفط لك فلوس اخرين الا احتاجيتي اي حاجه اتصل بيا. حمزه رفض رفض قاطع ويقول له لا 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 باغي منك والو، اصلا الله يكثر خيرك خذ فلوسك. اشي رب شهاب على كتفه ويقول له انا ما غناخد حتى ريال من عندك انت خويا، واللي بيناتنا ماشي 10 ديال النهار ولا زوج، 10 ديال 10 سنين. ويقول له ما كنتش باغي محمود يقول لك شي حاجه ويضربوا شهاب هكا واسكت. يا والله يطمنك على ولد خو. ارتاح حمزه شويه ولكن كان مازال واحد الجزء في الداخل ديالو ما راضيش داك الرضا الكامل، وتحديدا مع الشوفات ديال شهاب. بحال كيقول له بالله كان شاه معاه بدون مقابل، هو مع اول عقبه احتاجوا فيها ما وافقش، ولكن كيفاش غيوافق على شي حاجه اللي كتخالف المبادئ ديالو؟ حتى ولا كانت ديك البنت خيبه لهاد الدرجه. استغل شهاب الصمت ديال حمزه الطويل وقرر يعاود يرجع يحاول يقنعو مره اخرى، حتى ولو تسالت ديك التجربه بالفشل ولكن على الاقل يكون حاول. ويقول له بصوت غالب وداك الانكسار حمزه تيقني انا باغي حتى واحد الاديه، بالعكس انا اللي محتاجه منك انك تبعد على طريقي. سكت شويه قبل ما يستجمع الانفاس ديالو ويقول له انا كنبغي اسير بزاف، قبل ما ندخل الكافي ساليت مع كل شيء، انت ما متخيلش شنو معنى اني نبعد عليها. مواقف كلها كانت تدبير رقي الزفت اختي اللي دارت كل شيء. باش يهاب كيعاود له شي مواقف واللي كانت رقيه فيها كتحاول تهدم الخطبه ديالو باسيل من وجهه نظر ديالو. اه وحمزه كيسمع له بتركيز وهو كيحاول يكشف الملامح ديالو الحزينه اللي سيطرت على وجهه، وخاصه مع ديك اللمعه ديال الرجاء اللي كانت كتلمع مره مره في عينيه اللي كانوا محروقين على الفشل ديال الخطبه ديالو. تابع على كلام شهاب واللي كان اشد القلق ديالو، خايف انه حمزه يرفض مره اخرى ويتسالى كل شيء. ويقول له في الاخر فكره حمزه ما غتخسر والو، اصلا ما غتصيت واحد بغي يخسر، اعتبر كانك شفتيها وبغيتي تقرب منها، وملي اكتشفتي شخصيتها بعدتي لها عادي. توقفات الموافقه على طرف شفايفه وقرر يخوض داك الصراع للمره الاخيره قبل ما يحسم داك الجدل اللي غينتج عليه عواقب وخيمه، ولكن تغاضى على كل شيء في سبيل انه ينقذ الخطبه ديال صاحبه من البنت المعقده اللي افكارها خايبه. بان الشهامه ديالو كتحثو على الموافقه، كتقول له وافق وافق وافق، بحال كيتصور نفسه في شي عمل بطولي غادي يديرو
خمد داك الصراع والضمير ديالو بزوجهم وقرر ياخذ هذه التجربه بكل ما فيها. قال كلمه واحده كانوا حروفها مترددين نوعا ما، ولكن شهاب دغيا بحال القاتل السمين كان كيقلب عليه. موافق وفلوسك ويقاطع شهاب بغيتاش حسن محمزه القرار ديالو. عندك النقطه، لا فلوسك غتاخدهم ولكن غير ملي كتكمل العمليه ديال خويا، يعني نقولوا على اخر السنه غنعطيو لك. هالشهاب راسه بموافقه وكيحاول يمنع ابتسامته ويقول له حمزه صيفط لي الرقم ديالها، ويقول لا 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 هي ماشي ديال هادشي حمزه، هي ديال دخول من الباب الخطوبه كنقصد. ويقول له حمزه الخطوبه لا. قال حمزه هو مصر، حاول شي عام ثاني ويقنعه، اسمعني انت تغب وحدك ما عندك لا اب لا ام، يعني عادي حتى واحد ما غيسولك على شي حاجه، زائد انها ماشي بنات لهاد اليومين هادو. شوف انا غنفهمك شخصيتها مزيان وغنشرح لك كلشي بالتفصيل، انت غير كون هاني وخليها عليا وكلشي غيكون وهذا. رجع من شروطه على المرار اللي حاسو بحال العلقه في حلقه، تقريبا تقلبات الموازين، داكشي اللي خطط ليه تقلب ضده، احتضم شخصيه غير ديك اللي كان كيتخيلها ولا كيتصورها بناء على الكلام ديال شهاب. كان هذا اول درس كيتعلمو في هذه اللعبه، ولكن اللي ما دارش حسابه هو الاحساس بالندم اللي ما قادرش يخمدو، فشل وقف عاجز قدامه بحال داك السجين اللي كينكون في متاهه، كاين ما كيفاه لا منفذ ولا مهرب. كل ما كيظن ان هذه الجهه هي النجاه كيرجع مجددا لنقطه الصفر، وبدا كيتفاقم في الداخل ديالو بطريقه رعباتو خلاتو ما قادرش على انه يتمتع بلحظاته معها، واللي من المفترض يحفرها في الاعماق ديال ذاكرتو. ملي تصطفى روحو وتفارقو ويرجع يعيش حياته العاديه، بدا تدريجيا كينسحب عقلو لعالم اخر مظلم كيقولو النهايه غتكون خايبه. فواحد البلاصه مشهوره لبيع الافات دخل شهاب اولا مورا اسيل ورقيه، كان ديك الساعه جوج ديال النهار، وهذا هو المحل الرابع تقريبا اللي دخلوا ليه. اختاروا بدات رقيه كتبين الاعجاب ديالها بالافات واصرت عليهم يدخلوا، رغم انه كان رافض ولكن رجع وافق بزز منه على قبل اسيل. كيدوروا كيشوفوا وما كيشوف والو، كيدور عينيها كملل حتى ولو كيلمح بعين طرف عيني شي حاجه زوينه، كيرغم نفسه على انه خيبه. هادشي كله باب العناد وما غاديش دخل رغبه رقيه نهائيا. لاحظت سعاده ديال اسيل بواحد الغرفه ديال النوم معروضه وبدات كتفحصها حركات وجهها الاخرى، ورسم على وجهه العبوس وبلا ما عجبوش الحال. حتى كيسمع صوت رقيه وهي كتقول قلت لك هنا زوين، الذوق ديالهم زوين بزاف احسن من المحلات الاخرين. بدات مسخريه في الداخل ديالو، ديما كتدخل بلا مبرر في حياتهم. عينيه دغيا زادوا في داك العناد والقسوه ملي تلفسات جيتهم وهي تقول له انا عاجبني الفراش بزاف هنا، ويقول له هو وانا ما عاجبنيش نهائيا. قالها بصوت مرتفع، شاط له رقيه باش يخفض صوته، شهاب واش ما راتش بالك بلا صوتك عالي ولا شنو؟ تسربات من جديد باش على الحقد عنده وسيطرات عليه، بان بوضوح ليه ويقول له وانتي شنو الشي اللي واخده بالك منه؟ راه بقاتو بلا مبالات ملي شدات اللوحه ديال الساعه اللي كانت مثبته على الخشب. صراحه رايك ماشي مهم، اللي كيهم راي اسيل، هي عاجبانه براحتها. تقدم منها شهاب ويشوف اسيل منع من داك التدخل ديالها، اما هي وبيناتهم هكا تالفه. عقلك يقول لها بلا اليوم اكيد غيتكفس، لدرجه ان الفرحه ديالها انها كتختار الاسد ديال دارها غيتبدل وغيتحول لكسره. شفت يوم راه طلعت مراضياش بالمره على داكشي اللي كيوقع بيناتهم، حقيقه ما قادرش نفهمه. وشنو مدخلك انت؟ يقول ويقول لها شهاب اللي ما قادرش نفهمه، شنو اللي جايه انت؟ واحد وعروسو انت شنو دخلك بيناتهم؟ جرات نفس طويل كتحاول تدخل الهواء، تحرجات قدامه واللي زاد برزتها هو ان اسيل وهي تقول ليه شهاب، حول البصر ديالو مجاهله ما بانش عليه انه نادم نهائيا. لما مات شاتات نفسها وهي تقول له بنبره مخنوقه كتخرج ديك الحروب بصعوبه بحال داخله في شي صراع. حمزه اتصل بزاف خصني نمشي دابا، يلا تحركات خطوه بلا ما تسمع الرد ديالهم. حتى كتوقف اسيل اللي قربات منها، عافاك ما تكعيش من شهاب ما يقصدش. الواد فما بسخريه كتبين درق بهذاك الضعف ديالها، وهي تقول لها يقصد ولا ما يقصدش ماشي مهم سلامة. خرجت من الاحال محلها الزراسة الفوق، النيف ديالها هزال السما بحال داك الغزال اللي ما كيبغيش يتبع القاطع كامل. اما اسيل ضغط دغيا عند شهاب جاي عنده بحال بغات تهجم عليه، ما حشمتيش هادشي اللي قلتيه ليها؟ انت كيفاش كتهضر مع اختي هكا؟ ضغط على الحروف ديال الكلام ديالو بعد داكشي اللي قالته، جايه كتلومني انا
انت حماق شهاب، انت كتكلم بحال رقيه قاصده. انا شحال كنحاول نفهمك انها ما كديرش معاك غير هكا، بالعكس هديرها طريقه عاديه. ضغطات فوق سنانها وهي كتخرج كاع داكشي اللي باغا تقولو، اما هو كيشوفها بلا مبالات. عرفتي شنو، ما تحاوليش تقنعيني بشي حاجه ما كتبانش ليا، بالعكس المعامله ديالها معايا قاصحه انا بالذات، خصوصا ملي كنكون انا وانتي كنديرو خطوه مهمه في حياتنا. اقلات ما بين حواجبها وهي تسولو شنو كتقصد، وفهمي اللي باغا تفهمي. هزات صبعها في وجهو بحالها كتحذرو، وعينيها باينين فيهم داك الوعيد. وهي كتفكر هكا بختي مره اخرى، كنتمنى اني نكون فهمت غلط. انا اختي عمرها كانت حق ولا كتغير مني بلا ما تلعب عليا داك اللعبه هادي، حيت هكا غتكون انت اللي خاسر. اما رقية وقفات قدام الكافي مشات جهته ما عرفاتش علاش، تردات انها تدخل، وخاصه انها كانت في ديك الحاله الضعيفه. بدات كتقلب على القوه ديالها وسط مشاعرها ما لقاتهاش، بحال تبدات مع انهيار اخر حجره كانت كتحاول تشبت باش تدافع قدام الهجوم ديال شهاب. لحظات عيني الناس اللي كانوا مسلط عليها، قررت تدخل كعادتها كتحاول تخفي داك الحزن ما بين نظراتها الحاده. وقفات ضيعه في وسط الكافي كتقلب عليه، ولكن لدرجة كتقلب عليه حاسه براسها محتاجه بواحد الشكل ما قدراتش تفسرو، بحال هو المخرج الوحيد عندها. تنفضات ملي حسات بصوته مراه كيقول ليها ما القمر واقف بوحدو هكا. تلفتات عنده وتجمع الدم في وجهها وهي تقول له كنت كنقلب عليك، بلع الريق ديالو من ديك الرقه وداك الضعف اللي شافه. ما عرفش علاش حس بحال باغي يكون غوا وياه بوحدهم بهذا لعين الناس، وديك الرغبه كتزايد في الداخل ديالو. قرر انه ينصاع عليها، شدها هكا وجرى بعيد على الصداع والناس، ودخل المكتب ديالو اللي كانت في النهايه ديال داك الكلوار الطويل. دخلها وسد الباب موراهم، سابكات حاولت تجاوز القلق ديالها. كتشوف في عينيه كيبان هذاك الامان اللي مختلف، كفاية اني حاسه بالحياه والحب معاه. ما طلقش حمزه يديها، ولكن زاد زيرها الاكثر بحال كيحسسها انه ديما غيكون معاها. مالك شنو خالك؟ ديك النبره ديالو كانت خافته، في واحد تناقض رهيب ما بين القوه والحنان. قررت انها تخلى على كاع داكشي بحال تخرج له داكشي اللي حاسه به، يلا بغات تقول، ولكن رجعات يتقول له ما كاين والو. خانتها واحد الدمعه طاحت دغيا على خدها غدا بشويه، بحال كتحرر من ديك القيود. ونصبعو هكا ومسحو ليها، كيشوف في هذيك النظره اللي كل حنان كتحمل ديك المشاعر الدافيه الحقيقيه. ما كرهش يعني نقى يحس بداك الامان، ولكن في ديك اللحظه شدها كيديها وباسها من الكف ديالها ويقول لها الحزن ديالك عندي بالدنيا كلها، حتى ولو كنتي كتحاولي ما تبينيش. نطق قلبها بكلمه ما كرهاتش انها تحلها بالجرأة وتقولها، ولكن كيفاش وحتى لدابا ما صرحش بها، ولكن كتحس من خلال الافعال وكلامه كتحسها. سدات عينيها كتحاول ترجع للهدوء ولينقدها وتقان في الباب، وبعدات على حمزه بخجل. قلبها كيرفض وكيثور، ولكن كل ما كتبغي تبعد عليه كيجرها شي واحد الرابط خفي، حتى بدات كتفهم ببساطه انه هو انا هو المنفى بالنسبه لها. داز الوقت وتنفض قلبو شحال مره بعد ما طال الصم بيناتهم، بعد ما انسحب شهاب دغيا. دراسة كانت كتحاول تشد شي حاجه في ديك نظره العال كتهرب منها من عينيها، خاصه ملي بدا ناقوس الخطر كيدق داخلها على طبيعه علاقته بشهاب وذاك الغموض اللي كيحاول يخفيه بعيد عليها. قربت منه بعد ما كانت كتحسبو بنفس الامل المسافه اللي كانت واقفه بها، قررت تهدمها تقرب منه اكثر باش تقدر تشوف في عينيه بوضوح وتلقى داكشي اللي غير الفضول ديالها. مزات بكلمه واحده بحال كدرت له تحذيرات، شنو كاين الصبع هكا كيرجع الخصلات ديال شعره اللول، وجاوبها بواحد الضيق قدرات انها تشوف. والو انا وشي يمكن داك نتغاصمو كما سمعتي، قال هاد الجمله ديالو وبدا كيشوف فيها بحال كيصبر ملامح ديال اللحظات، كيستكشف كيفاش كتسامسك باش سمعت كلامهم او لا، خاصه اذا كان هو ما كيتفكرش التفاصيل ديال كلامه. رغم ان يلا دازو دقيقه ليه بكثرة ما توتر، ولا بحال داك الغريق اللي داخل في شي بحر مظلم مخلي نفسو الهلاك في الداخل ديالو كيتسنى داك الشعاع ديال الامل اللي ينتشل من داك المصير. هي تقول له اه سمعت، ولكن ما فهمش انت علاش تخسر نفسك. بقى كيشوفها ثواني كيفكر كيفاش غيخرج من هاد المعضله، اكيد غيلقى واحد النور بسيط برغم هاد التخبط اللي فيه.
هذا هو كيقول لها غير مشاكل مع شي ابو صحابنا ومصر يطيحني في الغلط معهم، ما بغيش نخسر شي حد، ما مقدرش رقية نهار الضغط اللي انا فيه. بالعكس كيزيد عليا بديك التلميحات وكلامه المستفز. تراجعت على اسراء اللي كانت مشبته بيا، دابا شويه باغا تعرف شنو كاين بينه وبين شهاب. قررت تخلي العلامات استفهام اللي كتهاجم عقلها مره مره وتحاول تلقى مبررات ليه. يمكن حمزه ما غلطش وهي بدات كتعلق بحال ديك الحمقه، بدات بحال ديك الام اللي باغا تعقبه في كل صغيره وكبيره. تنهدات في خفوت وهي كتحاول ترسم ابتسامه صغيره على شفايفها وهي تقول له بهدوء انت على حق، كان المفروض يقدر شي حاجه بحال هادي، خليك منه، اجي فرح بالتعب ديالك ونجاحك. يلا هز راسو بصمت وتحرك معاه لداخل بلا اي طاقه، بحال داك الرصيد ديالو بدا كينفد، حتى انه تمنى وشي انه يسكت للابد وما يقول حتى شي كلمه اخرى ولا شي كذبه اخرى، وتزيد عليه في الهموم وتقتل معاه اللي تبقى من الروح ديالو، ولا الطريق قدامه مشوش والاهداف ديالو اللي كان كيسعى باش يحققها في الاول بحال ضاعت بحال داك السراب. حتى المبادئ ديالو واحترامه لنفسه شوهات واحد النضوب بالنسبه لي عمرها ما غادي تصلح. ودازو تقريبا يومين، فاق حمزه بكري الجسد ديالو بغى يرتاح ويمكن مابقاش عنده القدره على انه يكمل حياته، كيحس براسو داك الشغف ديالو بحال شعلت فيه العافيه تحرق بالكذوب والخداع. هز راسو كينفد الافكار المظلمه اللي ولات كتاكلو، ما عندوش وقت باش يستسلم ليها، ما عندوش وقت باش يغوص في ديك الوصله ديال التعذيب للذات اللي ما كتسالاش. مشى لبيتو بكل اليه لبس حوايجو وعينيه كيعافرو المشهد ديالها، ويا معاه بعد ما اعترف لعب الحب ديالو ضرب على البلاكار اللي قدامه بيدو واحد الخبطه قويه وكيتمسم بكلام لا على نفسه غبي، ولكن الحنين ديالو اللي عاف ديك الوقت اللي مكايناش حدا كيحسر له الفؤاد وكلشي كله بصوب الدقات ديال قلبه اللي ما قدرش توقف ان تشتاق ليها، ما عرفش طريقه باش يسكتها. شاف المرايه كيشوف راسو بسخريه من دابا بدا كيتوحشها، يا ترى شنو غتكون حالته ملي بعد عليها. بدا كيحاول يسيطر على ديك الافكار السوداويه، يقنعو باش يكمل حياته معاه، يكمل حياته معاها، يكتفي بان الحب ديالو صادق نابع من الاعماق ديال القلب، ولكن الضمير ديالو كان عنده راي اخر كيقول له كمل حياتك، ما تكملش حياتك بهذه الطريقه، ما تاخذ والو من غير العذاب والقهره. غيعترف بداك السر اكيد ما باغيش يبقى مستمر في هذه الكذبه وهذه الخدعه. سمع التليفون ديالو كيصوني برساله قصيره حله لقاها منها، قرا حروفها باللهفه بعد رد داك البقيه ديال الثبات ديالو، كتطمن عليه في كلمات بسيطه كتتم الامر بديك الطبيعه ديالها النقيه، طبيعتها اللي كانت غايبه عليه في البدايه ديال علاقته بعد ما كان كيشوف فيها من منظور شهاب. كيحاول يقنع نفسه وعقله ان هادشي اللي كيديرو عمل بطولي باش يعتق صاحبو، شي حاجه اللي بغى تدمر حياته بلا ما يعرف ان هذيك الحاجه غطيلو حتى هو، غيبدا يدمر حياته حتى هو، ولكن السبب هو نفسه ملي اقتنع بكلام شهاب عليها بلا ما يتحرى الدقه بلا ما يعرف الحقيقه، ولكن تلقى واحد الطرشه كبيره قبل الوقت المناسب في قاتو على واحد الزلزال قوي دمر معاه داك العمل البطولي اللي كان كيديرو، بحال حيد واحد القشره وتفكر اول صدام معاه ملي قرر شهاب انه يجمعهم مره اخرى. ديك البنت اللي من اول لقاء بيناتهم جذبات انتباهه بقدر ما عمر ما تخيلو، داك الجمود ديال ملامح رغم الرقه ديالهم خلاه كيحس بالتوتر. رافع الرباصر ديالو كيعلق بالمدخل ديال الكافي حتى كيصطدم بهم مره اخرى، وداك الاصطدام اللي زلزل كيانو وزلزلو التبات ديالو، قدر ثواني قصيره انه يجمع الشتات ديال نفسه وقرب منهم كيرحب بهم. تعجبات رقيه بل استهزاء على الملامح ديالها، دازت تقريبا 15 دقيقه ديال الجلاس هكا بلا ما دير والو من غير انها كتشوف اسيل وشهاب والمراقب الافعال ديالهم، ورغم انه ما قدرش يجلس معهم هاد المده كامله ولكن كيراقبها عن قرب. تقدم منهم بعد ما شالو شهاب وامر نادي ان يحضر المشروبات قدامه، تسنى حتى كمل خدمته وجلس في الكرسي اللي قريب ليها، شار لها جهه الطبله بهدوء وكيبتسم تفضلوا هاد العصائر تحفه غتعجبكم. خدا شهاب كاس العصير شرب منه شويه ويعبس بوجهو، شاد العصير هذا فيه شي حاجه غلطه ولا شنو؟ شنت الجسد ديال حمزه هو كيسولو كيفاش انا كندوق اي حاجه قبل ما نقرر اني ننزلها في المعني. وزات اسير راسها كانت نتي ملي حطات هزات داك الكاس بالعكس لذيذ بزاف
حول حمزه البصارات الجهسه اللي كانت ساكته، بغى يشوف الراي ديالها. ملي لقى حطات الكاس وساكته، ركز البصر ديالو عليها، خلاها كتشوف فيه وهي تقول له زوين. ما قدرش يمنع لسانو انه يقول بزاكم الله يكثر خيرك يا انسه رقيه، ولكن انتي وجهي بزز منك ولا شنو؟ وهي تقول له نعم. قالت بحال لك تعترض، هو هز حاجبه اللي صار فيها والو، غير شتي كتردي كتجاوبي هكا بحال مبزين عليك. الا ما عجبكش قولي، انا اكيد ما غاديش نتعصب. ابتسمات بس استهزاء بيا كتقول له علاش انا شنو فاش غيهمني العصبيه ديالك ولا الغضب ديالك استاذ حمزه. انا جاوبت وقلت الراي ديالي، ماشي شرط نكتب قصيده في العصير. ولا وجه حمر من الغضب من ديك الجراه ديالها، ولكن كتب داك الانفعال بواحد الصعوبه وشاف فيها متحديها، مقرر انه يرد ليها حتى هو يعيش فيها داكشي اللي قاتلو، ويقول لها انا ملي هضرت على هكا اكيد تكلمت على من باب المشاعر ديال الانسان، اكيد كتعرفيها. قال كلامه وكيبتسم وكمل قاصد انه يستفزها، وملي تبغي تعطي واحد الراي ديالك فكري في نقطه الاهتمام ونجي كتهضري. اكيد كنهضر على المشاعر الناس اللي قدامك اللي باين انك كتقدريها مزيان. ضغطات على شفتها السفلى كتحارب مشاعر ديالها من انها تفلت باش ما تنفعلش وتزيد تكمل اللي باقي. قررت بلا هذيك الاعتراض ديالها من كلامه اللي كان بصفه مبطنه خبيثه، وسمعت الكلام شيها بصمت بحال كان كيحرقها الاف المرات وكيضحك. معليش حمزه، رقيه ما كتولفش على حتى شي واحد بسرعه. يا جابو رقيه، هي كتبتسم خليك في العسل اللي ما عجبكش شيها. شار لها شيها بيدو قال لها بحماس، فتت ديك الطريقه ديالها الصلبه معاه بل الاشمئزاز، وهي كتابع كلامها مع اسيل. عندك الحق، خذي هكا حبيبتي شربي من كاسي شوفي واش كاينه شي حاجه. دارت اسيل شفايفه على ديك الشفاطه اللي مخشيه في الكوب ديال العصير، شربات شويه كتلذذ وهي تقول له زوين بزاف. دار شي هاب في مول نفس داك الشفاطه، موراها كيتذوق فعلا ولا زوين. سكمشات الملامح ديالها هي ديال رقيه باش مئزاز كثر، ميزه الطرف صبعها فمها بحال باغات بحال جا هذاك الغثيان. ولكن حمزه وصل له داكشي بطريقه مختلفه، طريقه يمكن اكدت لي ان النظرات ديالها ماشي ما هي الا حقد وغيره داكشي اللي كيبقى بين شهاب واسيل، وخاصه ان عينيها مفارقه مش حتى هما في ادق تفاصيلهم الخاصه. استاذن منهم ونض دخل الكافي، دخل مورا شهاب دغيا. ديك الساعه ما يقدرش يكبد داك الكلام اللي في الداخل ديالو، شد حمزه في واحد الركن بعيد ويقول له حمزه شو الطريقة ديالك هادي مع رقية؟ حنا علاش متفقين؟ شار له حمزة جاهز عنخو كيقول له مقدرتش شهاب حقودة بزاف خنقاتني. ويلوي فمو شهاب بسخرية، انت مازال ما شفتي منها والو، تقيلي الله جاي. المهم دابا عاملها بطريقة ألطف، المفروض خصك تجذبها لي. في جهة أخرى كانت أسيل كاسات برقية، رقية راه مايمكنش تعاملي حمزة هاكا. هزات رقية كسافة بلا مبالاة، على عادي هاكا كنتعامل عادي. زمات اسيل شفايفها وهي تقول لها باصرار لا كنتي قاصده، وراجل راه في كل دوق كيتعامل معنا وبارك انه عرضنا المره الثانيه على الكافيه عنده. هي تقول لها عرض على صاحبه وخطيبته ماشي انا. هي تقول لها لا شهاب قال لي انك ضروري خصك تجي معنا، ما كنتش باغا نقول لك حيت عارفه راسك وما كنتيش غتبغي تجي. توترات رقيه شويه، ولكن بينات العكس داكشي ملي قالت ليها انا جيت وانا عامله كما بغيت. لزمات أسيل سكات، ما بغاتش انها تهضر معها بطريقه اخرى، بغاتش انها تعاتب على الطريقه ديالها في التعامل مع الناس الغراب، كانها كتقصد ان ينفروا منها الناس. حزينه في الداخل ديالها لانها كتقصي كل شيء من حياتها من غير عائلتها، حتى كتبان انطوائيه مكتئبه وداكشي كيبان بوضوح، وخاصه ان التعامل ديالها مع الناس ماشي بسهوله. رجع حمزه من الشروط ديالو على اتصالها بعد ما جاوبهاش، وهادشي من غير عادته، ورغم ان الاتصال ديالها بقى كيتكرر قرر انه ما يجاوبش حتى يدير النقاط على الحروف ويكمل هاد التمثيليه عند هاد الحد، لان الاستمرار فيها كيعني الخساره، والخساره ليها اكبر ضربه قاضيه بالنسبه ليه. هز التليفون ديالو قرر يرسل رساله قصيره لشهاب، والداخل ديالو كيقول له نفذ هاد الشيء بلا ما ترجع لنقطه البدايه، ويكتب له شهاب ضروري خصك تجي تلاقاني في اللي في الكافي. كمل الرساله ديالو حتى كيسمع التليفون ديالو كيصوني مره اخرى باتصال منها. خدا القرار ديالو باش ما يضيعش ملي يخسر قصوصه قلبه ويذكره بالضعف ديالو قدامها. كانت رقيه كتمشي وكتجي في البيت ديالها، كتفكر في حمزه علاش ما جاوبهاش. تقريبا دابا الخمسه وهي كتحاول تتصل بيه، وكل مره هكا كدوز شي قسم كتتصل بيه، دوز 10 دقائق تتصل بيه، وفي النهايه ما كيجاوبش.
تخبطات هكا ملي حاولت تلقى مبررات ليه، ولكن في النهايه كتصطدم اجابه واحده، وان هادشي اللي كيديرو هروب منها، ولات شبه متاكده من هاد الاجابه، ولكن بقى عليها علامات الاستفهام. تنهدات بعمق حاسه بالضياع، بحال داك الطفل الصغير اللي كيفتقد الاب ديالو فجاه. سمعت صوته، كتسمع صوته يوميا، وداك الاهتمام ديالو لادق تفاصيل حياتها اللي ولا كيخليها في حاله من الامان والسعاده. طفات على روحها شي حاجه جديده، نارت بها داك الظلام اللي سيطر على جزء كبير من احلامها. رجليها ضرها من كثره ما تحركات في البيت، قررت تاخذ قيلوله تريح بها الجسم ديالها وعقلها من التفكير اللي رخا. يلا تسكات حتى حلات اسيل الباب عليها وهي تقول لها رقيه، تقدات بلاصه معصبه. بغيتها شي مره وحده تدخلي عندي كالناس طبيعيين. هي تشوف فيها اسيل بشويه وهي تقول لها عندك تقولي ليا ما قلتيش لحمزه كل عام وبخير. رمشات فيها رقيه شحال مره ويتهز راسها، على شنو؟ لا ما يمكنش، عيد ميلاد اليوم اختي. نفضات رقيه وقفات بحال لدغات عقرب. عيد ميلاد من انتي؟ باش عرفتي؟ علاش ما قلتيهاش ليا من الاول؟ قربت منا اسيل، ما كنتش عارفه والله، ما كنتش عارفه انك ما عارفاش. انا عرفت من الفيس. هي تقول لها صافي واخا. نهار دغيا خدا التليفون ديالها باش تكتب له رساله طويله، ولكن تفكرت انه ما جاوبهاش، تبخرت ديك الملامح ديالها السعيده واللي مبتسمه الاخرى عابسه. كتفكر بشروط، حسات بالياس مره اخرى من انه ما جاوبهاش، ومراقبه اسيل عينيها محسب ميم داكشي اللي كديرو. قررت ما تدخلش مره اخرى وتخلي زي ما من الامور رقيه، ولكن قربات منها عينيها ضيعين وهي تقول لها اتصلت بحمزه شحال مره وما جاوبنيش، ما عارفش واش نصيفط له ميساج ولا نجرب ثاني نتصل به. ويا جاوبها اسيل فوضو، لا هادي لا هادي، انتي غتخرجي وغتشري له هديه زوينه وتاخدي راسك دابا وتمشي عندو الكافي مباشره وتعطيها ليه. فكرت رقيه ثواني قبل ما ترجع وتقول لها بواحد الرجاء اللي رق لي القلب ديال اسيل، ممكن تجي معايا تعطيني الراي ديالك، وعاد ممكن تصلي بشهاب يحتفل معانا. ما كانش بثقه داكشي اللي كتسمعو. اسيل كتطلب منها تجيب معاه شهاب، تأكيد هذا حلم، خايفه يكون حلم زوين يتحول لكابوس. رقيه وشهاب ملي كيتجمعوا صافي كاع الاسس ديال الراحه والسعاده كيغبروا بحال السالب والموجب، ما كتمشي عمليه صحيحه بيناتهم. طال داك الصمت تقررت رقيه انها تخليها وتوجه البلاكار ديالها كتختار حوايج مناسبه، معتبره ان صمتها موافقه مبدئيه. اخيرا اختارت رقيه حمزه واحد العذر مميز وشميز في اللون الابيض، لطالما عشقات عليه داك اللون اللي كيلبسو كيجي غزال. خدات صندوق صغير في يدها، قرباتو منه في حركه لا اراديه، وعلى شفيفه ابتسامه دافيه كتبين داك الرضا ديالها بهادشي اللي كيوقع معاها في ديك اللحظه. لمحات بطرف عينيها دخول عفاف صاحبتها من واحد الباب ديال المول، بسرعه غيرت المسار ديالها حتى تخلعات اسيل. مالك شنو كاين؟ يلا دغيا دغيا دغيا، عفاف هنا وما بغاش تشوفني، ما بغاش تنكد عليا. ويتهز لها راسها بهدوء، عندك الحق يلا باش ما تعطلوش. وفي الداخل ديالها كانت كتسمسم كتقول الحمد لله، لان رقيه بدات كتغير تغيير جذري في شخصيتها، وتحديدا تجاه عفاف رئيسه عصابه حقوق المراه البائسه. بينما رقيه كانت حاسه بالرضا على قرارها ملي قررت انها تحيد ديك النبته الفاسده، وهي حاسه بالراحه في قلبها في صدرها، ولات كتحس بلي الحياه زوينه وحيدات كاع داك التشاؤم. وصل شهاب للكافي، قلبو كيتنفض بعمق من داك اللقاء المحتوم، كيقلب على حمزه بعيني، شار له جهه الكولوار باش يتبعو. فعلا دخل مورا حمزه لغرفه المكتب ديالو، سد الباب موراه بلا ما يسدو هكا كامل غير رد الباب، وجلس على الاريكه ويقول له بجديه اللي شجعت حمزه على انه يتكلم. خير حمزه، جلس قدامه حمزه ويقول له قررت اني نحبس هاد التمثيليه هادي ونعاود لرقيه كلشي. عقد شهاب في حواجب وكيسول ومخلوع، شنو واش كتقصد؟ كيفاش شنو كتقصد؟ واش ما شفتيش انها طولات بزاف وحماضت؟ شفتيش اننا كنخسروا حياه انسان ما عندها صدر في شي حاجه؟ خصها تعرف كل شيء. قال حمزه كلامه كان منفعل وما عجبوش البرود ديال شهاب معاه، هو يجاوبو واخا ويا ريت ماشي كل شويه تفكرني بالانسانه ومشاعرها، حيت هي ما فكرتش في مشاعري اللحظه وديما كتحاول تخسر لي حياتي. ويقول له غلط شهاب، كاع اللي كتفكر فيه غلط، رقي ما فكرش اللحظة دير هكا، هي كانت كتشوف انها كتحمي اختها من حقها، اختها هذيك ماشي حقد خوف على اختها. ويقاطعو شهاب ما عجبوش كلامه مسنكرو، لا 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 ماشي باغي تهرب وتخليني في نص الطريق وتخرج نتا الملك، تحسسني بحال انا ولد الحرام وانا اللي جاي ضدها. ناض حمزة واقف كيأكد كلامه، فعلا
تجيت عليه بزاف بالانانيه ديالك. تا كيشوف فيه شي هبته هاكم ويقول له كيفاش جيت عليها بوحدي. صافي كنتي كتلعب الشطرنج. قبل ما يجاوب حمزه كان شهاب كيكمل كلامه بكل جراه وخاحه. انا غنقول لك الحقيقه، تاكتي كتبغيها، وافقتي بكامل ارادتك على انك دير العقد. ما تجيش دابا ودير لي هاد شويه هادو التمثيل ديالك عليا، ما ديرش الذنب كله عليا، سمعتيني؟ في الحقيقه شهاب كان كيحاول يهرب من داك الواقع ديال الذنب ديالها. الضمير ديالو ما هداش من البدايه ديال اللعبه، وعقله كيصور له ابشع النهايات المختلفه، ولكن هاد الطريق رسمه بمحض ارادته. اي اختلاف فيه غيقدر يفشل الخطه ديالو، بالتالي غتنهار الاسس ديالو من البدايه، وغتغبر ديك البوادر ديال النجاح اللي كان كيسعى لانها تحقق في علاقته مع اسيل. ومع الخروج ديال حمزه من الخطه اللي مرسومه اكيد غادي كلشي غيرين. هادشي خلاه كيتفاجئ وكيسكت كيفكر، محاوله انه يقاد الاسلوب ديالو، يتاخذ منهاج واحد اخر باش يرجع حمزه لذاك الخط اللي قرب يتسالى، خصوصا ما بقاش ليهم بزاف، راه قطعوا اكثر من نص المسافه. ويقول له حمزه، تفاعل الانسان بارد، ما كيهمش الا مصلحتك وصافي. فعلا انا بغيتها وكنت كنحاول نهفط على قلبي على قبلك، في الاخر هذا الجزاء ديالي. قرب منه شهاب واحد الهدوء مزيف بحال اللي بغى يصعد. وقف معايا حتى الاخر صاحبي، وقف معايا حتى الاخر الطريقه حمزه. انا كنت كنفكر له الا خليتي رقيه في النص حياتي غتدمر، عاد كيفاش انت باغي تعاود ليها؟ راه مصيبه هذه. شنو نفهم؟ شكون فهم بلا كتقول كذا؟ راسك قادرش تنطق عليه. فهم بنادم كنقول لك كنبغيها، ما قادرش نكذب اكثر من هكا، قدرش نشوف راسي حيوان بهذا الشكل مادام معاها. قال حمزه من فاعل عروق وهكا كل النفخات ولو نافرين، حاس بقلبه صافي غادي يطرطق. ويقول له شهاب، وملي كتبغي هكا كمل معاه، شنو اللي مالك؟ الحياه هي بيناتكم مزيانه غاده، اش كتعقدها؟ شنو غتستافد ملي غتعاود ليها؟ راه غتكون مصيبه علينا كاملين. بدا كيزير حمزه على الخساره ديال شعره بحال بغى يقلعو، كيهضر بين سنانو بحال كيحارب باش يخرج داك الكلام. ما يمكنش يا صاحبي، كنش مني حياتي على كذبه، ما يمكنش نكمل حياتي وهي راه اللعبه وافقت عليها في لحظه الضعف. يقول له صبر، راه كذبه بيضه. بدا كيهز حمزه راسو في ربط كذا على كلامه، كذوب كل واحد، ما كاين لا بيضه لا كحله، ما يمكنش نكمل في اللعبه بحال هادي. رقيه ما تسالش مني هادشي، انا كذبت بزاف وخدعت اكثر. شويه بدا كيسيطر داك الندم على النبره ديالو. يا ريتني ما وافقتش على كلامك، كاش خصني ندير هكا؟ شهاب ما عجبوش الحال ويقول له علاش ما حسستني بحال غتصبنا؟ وما هادي تخطبها تبعد على طريقي حتى اللي بغيتيها عادي، نكمل بحال ما وقع والو، واللي بيناتنا غيدفن بيناتنا، حتى اللي باغي المشاكل، حتى اللي باغي توجع قلبك. قبل ما يتكلم حمزه سمعوا صوت اسيل وجع قلبه. شنو كتعرفوا على القلب وانتم دعات ماز منكم الرحمه؟ تصدموا بزوج بهم اللي حولوا بصرهم جهه الباب، حتى كيلقاو اسيل واقفه وحدها رقيه شادة داك الصندوق الفضي في يديها، ودمعها كيسيلو بغزار على وجهها. ولا شك أن الصدمة والقهر كانوا باينين في ملامحها، عينيها كانوا منكسرين تحطم قلبها، الأشلاء صعيب أنها تجمعهم باعتذار. داك الشي كيفوق القدرة ديالها على التحمل، حسات بحال شي زهرة زوينة قطع العسل، رياح قوية حاملة مع الأوجاع والحقائق اللي كانت مخفية. من كثرة البشاعة ديالها تفتسات القطع صغيرة ما كتشافش بالعين المجردة. حتى كيقول حمزة ورقية أنا كانت النبرة ديالهم الكاسرة تبحاتو، خاصة ملي شاف ديك المرارة قدامو قاطعتو، وداك النزيف ديال الحزن كيقطر من عينيها. مبغيتش نسمع منك حتى كلمة. سكتات شوية كتستجمع القوة ديالها، كبرياء اللي تحطم على يد اللي ملك قلبها في لحظة غدر وخداع. وزات نظر ديالها بغات تحيد داك القيد ديال الذهب اللي اختارته واحد النهار، وظنت ان هذا هو الرابط الوثيق اللي كيتوج علاقتهم. الختم ديالك هو، خذو ودير حسابك انك غتطلقني. لحت في وجهو ديك العباره، طاح الارض تحت رجليه، وبلا حتى كلام زاد يقدر يزيد من الجرح ديالها، وتهضر بقايا كرامتها توجهات جهه الباب باقصى سرعه عندها. ورغم ان الرؤيه عندها كانت تقريبا معدومه بسبب داك الغلاق الرقيق اللي كيتكون من الدموع، ولكن كانت كتشوف قدام هذاك الطريق ديال الوردي اللي خطاته من قبل بإرادتها، كيتحول لواحد الحاجة اللي صعيبة أنها توصلها. توصفها طريق مظلمة قاسية، وما أدراك ملي كاين بعض قد الظلام بالحب تم غادي كيجري موراها كيحاول يمنعها بكل قوة. رقية كتستحق أنو يبرر ليها، كتستحق أنو يوضح ليها سبب الموافقة ديالو من الأول.
كتستحق انها تعرف مقدار الحب ديالها اللي كيتمنلك منه في ثانيه، كل ثانيه الف المرات. درت اسيري يدي على فمها وديها منعها انه يخرج، وهي تقول له ما تفكرش تبعها انا غنمنعك، ويقول لي خليني نعتقها لحقها. كان معصب، ما عندوش وقت انه يخوض جدال، ما غادي يحل والو. الوضع الان دابا ما كيتحمل والو، بنت بحال ديك السما ديالو صافي دغيا تبلات بالغيوم. تقدم شهاب منهم بعد طويل، بقى ساكتو عقلو بحال دار له بلوك. اسيل تلقي منه، تحولت اسيل فجاه من ديك البنت الرقيقه النايمه وحده شرسه باغا تاخذ الحق ديال ختم داك الذئب البشري اللي حيد قلبه ودار بلاصتو حجره. ما شغلكش انت، تسكت. تغل حمص داك التحول ديال الانتباه ديالها جهه شهاب، قرر انه يفلت يده من اليد ديالها وتحرك بلهفه كيتابعها كيجري كيقلب عليها، رغم انه عارف انها اكيد غادي تكون دابا في قمه الغضب ديالها. تم خارج كيجري كيقلب عليها كيحارب حتى هو دموع بغين يطيحوا. صافي الثبات ديالو تسالى، الهزيمه ديالو بانت. ما كانش متوقع هذا الفرق غيكون بهذا الشكل هذا. حتى كيلمح على بعد مسافه من الكافي بالتحديد في نهايه ديال الطريق، بدا كيجري باش يلحقها. قرب منها حتى وصلوا الصوت ديال الشاقه ديالها منهاره وكتبكي. كنت الا سمع اي واحد وخا القلب ديالو يكون حجر غادي يعلين، غادي يحس بالحزن عليها. رقيه وقفي تسناي. تلفت جيتو فجاه، تراجع هو اللور خطو باش ما يفقدش التوازن ديالو. خرجت انفاسه ملتهبه. علاش تابعني؟ ما كفاكش داكشي اللي درتي فيا؟ علاش تابعني؟ ثواني وقف هكا بحال طريت، كيحاول يلقى كلمات تقنع بالهدوء، صح ما يحاول يخليها غير تسمع ليه، ولكن حس بالياس، حس انه غادي يكون حائل بيناتهم، ولكن ما بغاش يستسلم. رجع وقلب نبره رغم الهدوء ديالها ولكن مهزوزه. رقي يا حبيبتي غير تهدني وسمعيني. ضحكات بصوت مرتفع. حبيبتك ومازال كتنطقها. ما حشمتش من راسك؟ ما حشمتش وانت كتمثل عليا الحب؟ ما حشمتش وانت كتضحك على بنات الناس؟ تخليني انا راه اللعبه حقيره بينك وبين صاحبك. ها رقيه غير سمعني، انا باغي نفهمك وافقت على شو. قطعت وشارت لي بيديها. ما يمكنش، باش غيفيدني؟ تسمح لك مثلا؟ ابدا، عمرها ما غتكون. تخليتي عالمك حلف قلبي. خرجت الحروف ديال كلام الاخير بواحد الالم بحال حصات قلبها تقسم على جوج. سدات عينها وحلات وحاسه بالضعف، كتقول له بواحد الرجاء خارج من قلبها. بعد عليا، انا ما اديتك في والو، علاش مصير تكسرني؟ شر نفسه بحال كيبرر لها بديك اللهفه. عمري ما فكرت اني يكسرك. الوقوف ديال قدامي دابا في حد ذاته كيألمني. ما طيقاش نشوفك، ودير حسابك انك غتطلقني. وتلفتات مره اخرى مقرر الناس بعد عليا هاد الانسان اللي قتلها. بقى كيهضر موراها كلام ضعيف، يقدم رجل ويأخر رجل. ما بقاش عنده القدره انه يواجهها وهي في اوج الغضب ديالها، في اوج انفعالها. الملامح ديالها حزينه، عاق طريقه اللي كان مأكد من الاول انه غيجري لعندها. كيحاول يرجع القلب مره اخرى، ولكن هاد المره بصوره نقيه، ما كتشوب حتى حاجه. تقدر تعكر الصوف ديال حياته معاه من بعد. كانت اسيل كتحاول تحل الباب ديال المكتب بعد ما سدو شهاب ومزير على هذاك الباب باش ما تهربش. بعد ما فشلات المحاولات ديالها وهي تقول له حل، كنقول لك حل ولا والله حتى نغوص نجمع لك الناس. ويقول لها شهاب بطريقه جديه، اسمعيني في الاول. هزات راسها فرفضت، لا ما نسمعكش، ما غنسمعكش. مازال واقف وكتهضر، مازال واقف وكتبرر. وفي الحقيقه هي كانت طريقه لجعلها شهاب باش يحاول انها يخدعها. امتاز الغضب ديالها، كيظن ان في هذا الهدوء ديالو ضعف، ولكن ما حسبش حساب الحاجه واحده، انها اكيد ما غتكملش معاه خطوه اخرى في طريقهم، وان داكشي اللي دارو في اختها شي حاجه اللي خايبه بزاف، شي حاجه اللي نازله. رفضت انها تشوف فيه بعد ما تحطمت الصوره ديالو قدامها. عمرها ما غادي تبغي ترتبط بشخص يتأصل فيه النداله، مشى الحب اللي كان كيجمعهم، وما غتبقاش هي في العلاقه نهائيا. انا كنحاول نهضر معاك وما عطيتينيش فرصه. يدها كتغوت، وعمري ما غنعطيك. من اللحظه هذه انت خارج حياتي، وها هو الخاتم ديالك خوذو. ما يشرفنيش انك تكون في حياتي، وانت أسوأ واحد لداخل ديالك كله، كحل طلقني دابا. قالت الجمله ديالها الاخيره محتقره، داك الاحتقار اللي زعزع الحده ديالو اللي كانت كيتشبت بها. انا كندير هادشي كله باش تبقي معايا، رقيه كانت غتفرقنا. شار جهت عقله وهي تقول له هادشي في خيالك المريض، انا اختي كبر من هكا. فعلا عفيه لنا شهاب،
هي كانت عندها الحق في كل كلمه قالتها عليك من قبل، انت ما كيهمكش الا مصلحتك وصافي، باقي كله ماشي مهم. بدا كيحرك صباعه على المقبل ديال الباب محرج، كيحس براسو تعرق قدامها، قدرات بكل جراه انها تواجهه بلا خوف. كتبرز له داك العيوب ديالو، استغلت هي انه بحال فواحد اللحظه توتر زعزع سرح، حلت الباب وخرجت من ديك الفتحه الصغيره ومنها لبرا. تابعة رقية كتقلب عليها ملهوفة خايفة عليها، تلقاتها في النهاية ديال الطريق وحمزة موراها. تابعات السيارة اللي كانت كتجري موراها، تلفتات قررت توقفها وركبتها دغيا وطارق بها السائق بعد ما شرط له بأنه يكمل في الطريق ديال القدام. ملي قربت من رقية توقف السائق بأمر منها وحلت لها الباب وهي تقول لها رقية طلعي ركبي. حاولت رقية البصر ديالها، تكبت بلي أختها كاينة تما وركبات حداها، مخلين حمزة بحال داك الطفل الصغير اللي معرفش كيفاش يتعامل، بحال شي واحد ضايع في شي صحراء ما كاين لا ما لا ماكله، اللي كيهمو انه يساعدها. ثم راجع حمزة للكافي مره اخرى، تبخرات كاع الامال ديالو، عقلو مشوش من الافكار اللي مازال كترهقو، قلبو تكدسات فيه المشاعر، حس بصدرو صافي عمر مابقاش قادر يتنفس. في وسط الطريق كيتلقاه شهاب اللي جاي كيجري جهتو، قدرت يتهضر معاهم؟ بدا كيهز راسو في نافي ولتاز مسكات وغادي في الطريق اللي ولا مشوش عندو. تا كيوقفو شهاب مرة أخرى، وقفو هضر معايا مالك مخليني زاد تايا كنهضر بوحدي. دار عندو حمزة عيني حمرين، مكرهش يشدو هدي شي صلخة تكون نيت. شنو باغي؟ ها هدا أنسب حل لك شهاب على الورطة اللي حطيتينا فيها كلنا. برزات العروق ديال شهاب تا هو حس بالغضب، ويقولولنا فيها الصبر أنا كلشي كتلوحو عليا، كنتي معايا من الاول ولا بزز عليك؟ واش نتا دري صغير؟ واو خفتي مني سمعتي كلامي؟ ما هضرش حمزه، دفعات يديه في غضب كيضرب وجهه شهاب، كيضرب فيه الوجه يضرب فيه، وشهاب كيرجع للنور اثر ديك اللكمات ديالو اللي كانت مفاجئه، ما تبقاش منه كيبتسم بسخريه بعد ما نجح انه يخفي الصدمه ديالو. كتبدا يدك عليا كيحسب لك مثلا ما نقدرش نردها لك. ضربو حمزه حتى هو بيديه بدا كيضربو وكيغوت، ما تقدرش بهذا على طريق يحسن لك، بركة انك سببت لي هاد المصايب هادي كلها في حياتي، انت اوسخ انسان شفته في حياتي. حرك شهاب راسو يمين وشمال كيحاول يتحكم في الغضب ديالو ويقول بهدوء، وضر معايا باسلوب احسن من هكا حمزه، انا ماشي خدام عندك، حنا راكبين مركب وحده، ومعليش ماشي انت اللي غتصلح علاقتك برقيه، لا لا كفايه انا ونخرج على اللي ولد الحرام في الاخر. قرب منه حمزه كيهمس له فحيح سفيلنا كشهاب، ضربوا شهاب واحد لكمه قويه، سطح حمزه على الارض سرعان موقف مره اخرى، ضرب شهاب حتى كيردو حتى هو، بداو بحال في حلبه مصارعه كيتقاتلوا بكل شراسه، كل واحد منهم كيحركوا دوافع مختلفه. ما كانوش حاسين ان داك الضرب ديك اللكمات طالت وجوههم خلات عندهم اثر واضح. سالت المعركه ملي طاح حمزه طيح شهاب دار يدو على عنقو كيخنقو بكل الغي. في ديك اللحظة الغضب اللي كان كيعمل البصيرة ديالو صافي خرج من داك الطور التعقل، والاخر كيصارع يد حمزة القوية اللي على عنقو، عاد انتبه أخيرا داكشي اللي كيديرو. بعد على شهاب بشوية بعد ما بدات القوة ديالو كتنفد ويقول له قلت لك بعد عليا انا ما حاملش راسي. ناض حمزة كيقاد في حوايجو، وتما راجع جهة الكافي بشوية حس بالحزن اللي عمرو ما وقع له. اما شهاب بدا كينوض بصعوبة بعد ما حس بالجسم ديالو تنحك داك الشجار، كان المفروض انه يبعد عليه بكل الطرق. حمزه كيتفوق عليه جسديا ورياضيا، وبالتالي المعركه عمرها ما غتكون في صالح ديالو. رقيه واسير وشلال الدار طالعين في الدروج، حتى وحده ما بقات حتى كلمه باش ما تجرحش الاخرى، واكثر اسير ما قالت والو خايفه انها تجرح اختها، كافي هذاك الشيء اللي حساته ما غاديش فوق القدره ديالها، بالاضافه اني حسات بالخذلان حتى هي على يد شهاب. بين ان الشوفه ديالها لشهاب كانت زائفه، رغم ان فضولها كان كيدفع انها توقف تستمتع تسمع لي، ولكن قلبها كان كيرفض مكتفي بالاسباب الوهيه اللي كتحس في كلامه. قبل ما طلع لا طلع اسيل الخطوه اللي كانت فاصله بين باب الشقه ديالهم، قفات رقيه صوصا بحوح وجهها شاح وهي تقول له اسيل كتبغي نقول لك شي حاجه. ربطات اسيل على يدها، قولي حبيبه كنسمعك. مسحات رقيه الدموع اللي هابطين على خدها يا تقول لها بحزن يا ريت ما تقوليش لبابا وماما شي حاجه من اللي وقع اليوم حفاك. سكتات شويه وهي ترجع ثاني كتقول لها ما غنقدرش نشوف النظرات ديال الشفقه منهم. عضات اسيل على شفتها وهي تقول لها شنو غديري مع حمزه؟
هي تقول لها حفاك ما تذكريش سميتو قدامي، انا من بعد غادي نشوف شنو غادي ندخل لماما على شي حاجه ممكن تكون سبب انفصالنا. خرجت واحد قويه، خرجتها بينها وبين نفسها، ما كرهاش خرج على العالم، تغوت صبر على داك الكم الالم اللي حاسه به وهو كيتوغل في قلبها. الكلمات ديال اسيل بحال داك الخنجر اللي تغرست فيها بقوه، داك الخذلان اللي حساتو خلاها مثيره للشفقه، اي درجه من درجات الشفقه وقلبها صافي راه تحطم داك الشكل. ورغم ان الكلام دا كيتسابق على طرف لسانها، ولكن فقدات القدره على ان تترجم داكشي اللي حاسه، كسمات المشاعر ديالها في الداخل. في الصباح تحركات اسيل الفطور، كتعاون ماماها باش توجد الفطور، ساكته اغلب الوقت، ما هضراتش الا كلام بسيط واغلبها اجابات مختصره على الاسئله ديال ماماها. عينيها كانوا كتله ديال الدم منفوخين، اما الحياه كانت تقريبا منعدمه في الملامح ديالها. شي مرات كيخونوا عينيها ويهبطوا منهم الدموع، كتحرك المشاعر ديالها بعد ما كانت كتحاول تخمدها في الوجود ديال ماماها. من فتره الحزن وفتره الحزن كانت يبها تقريبا شبه معدوم، طاح واحد الطوسيل على الارض وتناطرت القطعه ديالو في الارجاء ديال المطبخ، دغيا قربات منه باش تحيد ديك القطعه الصغيره، ما متاباش الحده ديالها، يمكن غير مباليه. لدابا حاسه براسها مخربقه. عاد واحد الطرف اللي شق لها صبعه وما حساتش به، تاكيد كان الحزن الالم اللي في قلبها اكثر. من عاد ماما الناس كمل داكشي اللي كديرو، عاونات على انها تنوض وجراتها كتغسل لها يديها، وديك الساعه جلبات صندوق الاسعافات وبدا كتنظف لها داك الجرح، وهي ما قالت حتى كلمه. عينيها كانوا كيخرجوا الدموع كيتسابقوا بحال الشلال على وجهها. يتقول لها ماماها مالك؟ مدات يدها الاخرى كتمسح دموعها بسرعه، رسمت على شفيفها ابتسامه باهته وهي كتقول لها والو غير يدي ضراني، ولكن انت من قبل وانت ماشي هي هذيك، وكتبكي كيحسب لك ما شفتكش. قالتها في اصرار، يتردها اسيل هكا مرتابكه، لا لا ما كاين والو، غير يمكن حس مخاصمه مع شهاب. جرات يدها من يد ماماها ومشات جهه الخضره كتقطعها بسرعه، توتره استغربت ماماها الشيء اللي خلاها كتقدم منها وهي تسولها. وهاد المشاكل مع شهاب تخلي اختك هي كتبكي في بيتها وما خارجاش منه؟ قامت اسيل رغم ديالها انها تستسلم وتعود لها كل شيء، داك الحمل اللي هزها فوق صدرها ولا ثقيل، مابقاش عندها القدره انها تخوض المعركه ديالها في الكثمان اكثر من هذا الشيء. ولكن الرجع ديال رقيه كان واقف لها بالمرصاد، كيخليها كترجع لنقطه الصفر، حتى فضلت داك السر بالداخل ديالها وهي تقول لها بجمود، قلت لك ماما رقيه عيانه وعندها هكا شي الم في المعده ديالها. دق الجرس ديال الباب، داش الاسيل من ديك المجادله اللي كانت اكيد غتخليها في الاخر تقول لها داك السر. تما تغادى جهه الباب كتمسح الدموع اللي في عينيها، حلاته خرجت نهيضه من صدرها، ولكن رجعت كتكتمها مره اخرى مصدومه ملي بان لها حمزه واقف قدامها والملامح ديال وجهو باينه على الارهاق. وهي تقول له انت كتسمعو؟ ممكن نشوف رقيه؟ وهي تقول له لا واستحاله تفضل من هنا. جابته اسيل هكا فعدائيه بحال بغات تهجم عليه، حاول حمزه يمتص الغضب ديالها ويقول لها محتاج نهضر مع اسيل. قاطعته معصبه وهي ما محتاجاش، لا سمحتي خرج من حياتها وبارك لحد هنا. كان صوتها كتحاول تخرج وخافت، كتحاول تبعده على خصها، ولكن اللي خلاها كتبلع اي كلام اخر ماما اللي بانت فجاه موراها كتسولها شكون اللي دق، غير شافته وتقول له اهلا اهلا حبيبي دخل دخل لاش واقف برا. ديك الساعه زحفات الصدمه لملامح حمزه، ما كانش في المخيله ديالو هذا الاستقبال والود، عرف ان ماما ما عارفه والو الشيء اللي خلاها كيرتاح داخليا. دخل رغم الاعتراض ديال نظرات اسيل واللي كانت كتقول له خرج، تفض ملي سمع الشقه ديال زينه اللي صادره، حول نظره ديالو بسرعه كيتسائل ويطير له على عيني، واش تخاصمتي مع شي واحد ولا مالك؟ مالك في عينك؟ هز صباعه وجهه الكدمه اللي بانت في وجهه حدا عينيه ويقول لها كيبتسم، لا لا غيكون يعني شي واحد الخصام بسيط في الشارع وصافي. كمل كلامه وكيشوف في اسيل بعد ما شاف سيب احتقار، قرا ديك النظره بطرف عينيه في صمت دقائق. قطعاتو مزينه وهي كتسائل واش جاي تطمن على رقيه حيت مريضه؟ حلل فمو يلا بغى يهضر. تا كتسبقو اسيل، بعد ما مشينا مع عندك البارح مرضات وهي دابا عيانه وناعسه. هز راسو هكا واحد الهزه بسيطه ويعرف ايك محتاج نشوفها ونطمن عليها. ممكن اخالتي؟ هي تقول لها يا ولدي دخل دخل الصالون ولا غندخل نعيط عليها. دخل حمزه للصالون متجاهل الشفعه ديال اسيل وجلس في اقرب كرسي، يتقدم منه كتعاتبو هادشي اللي كيديرو هيضرها اكثر.
ويقول لي انا باغيش نضر، محتاج انها تسمعني. قالها باصرار، هذا الاصرار اللي تملكه البارح، ملي شجع نفسه انها كتستحق انه ينحت في الصخر حتى يوصل لها، يهدم كاع العواقب بحمل الحديد، لان عنده دابا بحال الحلم وبغي حقه، وخا يتعثر في الطريق الاف المرات غادي يوصل ليه. رجعت اسيل كتهمس حدا ودني ملي يتقول له بسخريه على خاطرك، ولكن هي ما غتخرجش وانت ما غاديش تشوفها. كملت كلامه وهي كتوقف وخرجت من الصالون توجه للمطبخ، وفي الداخل ديالها بركان كيغلي من الاصرار ديالو. استفز هكا، كيفاش مازال بغي يزيد يكسر اخسر في المواجهه اللي مصر عليها؟ ما غتخلي دير حتى شي حاجه من غير انها تخليها تنهار كسر وكسر. امل في الغرفه ديال رقيه كانت ماماها كتحاول تقنعها تخرج لحمزه، وهي متشبته بالمرض ديالها كتمنى انها تهرب من ديك المواجهه، واللي اكيد صافي غادي تقتلها. كتقول لها وبنتي راه عيب، راه حشومه، نوضي تلقاي راجل كي العيانه اجي سند عليا، راجل الله يكثر خيره جاي باغي يطمن عليك. تقادت رقيه فراشه وجهها باهت، الملامح ديالها شاحمه، طفات لواحد الدرجه كبيره، نادم على انها تزوجات منه، من انها عرفت الحقيقه، من انها ما سمعتش الكلام عفاف. يا ريت كلشي يرجع للور بلا ما تخسر قلبها في لعبه من تدبير عقول ديال الشياطين. ومع الاصرار ديال ماماها والنظرات ديال الشك اللي كانت حاسه بهم، قررت انها تدخل ديك المقابله، رغم ان المشاعر ديالها كانت ثايره وقلبها تاهب لديك المقابله. من بعد ما كاين دفعها الكره ديالها ليه، محاولتها انها تدفن داكشي كله اللي وقع، كل ما فكرت في هادشي كتفشل بكل بساطه. بعد ما عرفت انه بحال ديك اللعنه اللي يستحيل لا تبعد عليها، خرجت مورا ماماها من بعد ما بدلات حوايجها، ملابس كلها في الاسود بحال كتحاكي داكشي اللي حاسه به من الظلام. تبادلت هي وياها النظرات في كلام طويل، كرهاتش انها متهدرش كاع، بقاو غير كيشوفو في بعضهم بحال كتعاسبو وما كتفوش الألسنة بحديث اخر. ولكن ماشي اي حاجه كيتمناها الانسان كيدركها. خلاتهم ماماها بوحدهم وخرجت من البيت. وقف حمزه بعد ما قرب منها ويقول لها يا ريت نخرج نهضروا شويه. خرجت ديك النبره ديالها مخنوقه، علاش كاين شي حاجه نهضروا فيها؟ دغيا هو يقول لها بيناتنا بزاف رقيه، اللي بيناتنا انك مراتي وعلى الدم ديالي. عقدت دراوها قدامها وهي تقول له ما عندها، وانا كنقول لك صافي بقى بيناتنا والو، اللي بيناتنا تسالى. دخل ماما دغيا هز واحد البلاطو فيه واحد المشروبات، دغيا تبدلات الملامح ديالها، صغير حمزه ديك اللقطه بذكاء ويقول لها خالتي ممكن ناخذ معايا رقيه، ناخذ معايا الكافي شويه يمكن تحسن الحاله ديالها. قبل ما تعطي الراي ديالها كانت ماماها كتقول لها حبيبي علاش لا. حولت البصر ديالها جهه رقيه وهي كتقول لها في اصرار. خلا رقيه كتمشي للغرفه ديالها كتضرب برجلها في الارض، سيري بتلي حوايجك يلا خرجي مع راجلك باش تفيقي هكا شويه، مخليه المرض كيسيطر عليك. ابتسم حمزه هو كيقول لزينه شكرا اخالتي. ابتسمت له ابتسامة عريضة وهي تقول له ويلا كنتم خاصمين من شي حاجة، وهي الفرصة جات لعندك. رقية راها طريفة قلبها ابيض وغتقدر تصالحها بوردة. نزل لها براسو وكيأكد بالداخل ديالو على انه غير راضيها بجميع الطرق، الحب ديالها سكن قلبه من اللقاء ديالهم الاول. أكد في الداخل ديالو انه ما غيحيدهاش من طريقه وما غاديش يحبس حتى ترجع ليه. الخسارة ديالها من حياته كتعني انه يفقد روحه. اما هي كانت كتفكر نهار العقد قران ديالهم، وقفات رقية قدام فراشها كتفكر محتارة، كتشوف داك البستان اللي كان في اللون بحال داك القرونة، القرونة اللي قاتم، والآخر اللي بحال لون عينيها أزرق مبهج. دارت طرف صبعها فمها كتضغط عليه كتفكر وكتخيل لبست هاد اللون كي غيجيها ولا لبست هاد اللون كي غيجيها. فشلات أنها تختار لون محدد، خلات بلاصتها وتوجهات المراية كتشوف ملامح ديالها اللي بالرغم من جمالها الفاتن فقدت الثقه ديالها، كحاسه بكتفساق الحوايج بساط، خلاتها عباره على زهره دابله كلشي كينفر منها. تنادات بعمق، هز راسها بياس، كتحاول تخرج من افكارها السوداويه، كتقلب كل طاقتها على الروح ديالها اللي غادراتها ملي طيحت نفسها في مصائب صحابها، بلا ما تراهي ان الاقدار ديال البشر مختلفه. وصل بها التشاؤم ان ذاك الحادث التايس اللي لاحق صحابها غيلاحق جميع البنات بما فيهم هي وأسيل، وكانت الملامح ديال الحب وبها ما عندها، كتشوف غير المصاعب بلا ما تذوق الحلاوة ديال المشاعر. وبعد حرب طويلة دامت بين عقلها وقلبها لا إراديا، طاحت بحال ديك العريقة في بحور العشق، وعرفات من بعد
مع ان الحب ما هو الا انصهار ديال الروح ديالك مع روح الانسان اللي كتبغيه. خرجات من شوردة ملي دخلت اسيل كتقاد في الحجاب ديالها. رقية ساليتي، قطعت كلامها وهي كتشهق مثلا ما لبستيش. دارت رقية يديها على جبينها كتحاول انها تخلق شي كذبه تنقدها من انها تمشي لذاك الحفل وعقد القيران واللي غيربطها معاه للابد. كنقول ما كاينلاش بلا ما نمشي انا، صافي ما بقيتش باغي ندير داك العقد. هزات فيها اسيل حاجبها كتفكر بحال من داك المفتش اللي كيقلب على الحقائق، هي تقول لها بلاش ما تمشي، وفين الحماس ديالك اللي كان قبل؟ لا لا اكيد كاينه شي حاجه، اعترفي الانكار ما غيفيدكش. ابتسمات بشي سما واسعة، عرفات انها باغا الضحكة وديما كدير لها. هي تهز راسها وهي تقول لها ما عرفتش، حاسة ان هاد لي غبزوج بيهم ما غايجيونيش زوينين، حاسة اني غنكون فيهم ماشي هاديك، وممكن حمزة ما عرفتش ما يرتاحش اليوم وهو كيتسنى فارغ الصبر. وهي تقول لها اسيل واش انتي حمقة؟ حمزة ما غاديش يرتاح الا فعلا خطيبته وحبيبته ما جاتش وتحيد كلشي هاد العقد وكلشي تفركش وتحجات بكلام فارغ ما كاين ليه اساس. واش انتي متخيل القهر اللي غيكون فيها؟ راه احتمال تجيه جلطه، واحد حنا غنجلطوا معاه. كررات رقية الكلمه اللي هزات قلبها وهي تقول لها حبيبته. هزات لها اسيل راسها، حبيبته يتقول لها واش انتي كيبان لك كيبغيني اسيل؟ لقات اسيل فرصه انها تخترق الخبايا ديال رقية وهي تقول اكيد كلامه افعال ديالو شوفاته اهتمامه به كلشي. نقول لك حاجه اخرى رديت بالي منها؟ سكتت شويه وهي تقول لها انا متاكده ان قدرت قلتي لحمزه على المضايقه ديالك من شهاب والكلام اللي قالوا لك نهار كان كيخسر الفراش. عقدت رقية حواجبها وهي كتسولها شكون اللي قالها لك؟ وهي جاوبة اسيل كتضحك حيت حمزه داك النهار اتصل بشهاب في التليفون وتقريبا خاصم عليه، خاصم عليه نيت وشهاب ما قدرش يجاوبه. وسكت وسمعته كيقول له قبل ما تقول كلمه رقية فكر فيها مليون مره احسن لك. تفكرات تفاصيل داك النهار اللي خبراتهم داكشي اللي وقع بعد ما بقى كيلحق عليها، ما غاتنساش نهائيا كيفاش نفاهل كيفاش ارتفعت الانفاس ديالو، وما غاتنساش بلي بدا كيراضيها وخفف عليها داك الحزن ما خلاش داك النهار غير هي وقدام الدار. بان شبح ابتسامه على شفايفها وبداو عينها كيتوهجوا بشعاع الحب. واستغلت اسيل ديك الفرصه وهي تقول لها دابا شنو غتلبسي هذا ولا الزرق؟ انا كيبان لي من هذا غيكون غزال غيجيك واعر غتبني فيه قرطاسه. بدات كتشوف فيهم ثاني بزوج وهي تقول لها كتهبس كتحاول تكتم تحسم ديك الحيره زعما هذا يكون زوين عليا. اخترقت اسيل داك الكلام الخاص وهي تقول لها اكيد واش ما كيبانلكش راسك زوينه قداش؟ حاولت البصر ديالها جهه سخطه كتشوف في عينها مباشره كتحاول تكشف واش كتهضر بصح. وهي تقول لها واش انا زوينه اسيل؟ ضربات اسيل بيدها فوق صدرها في حركه تمثيليه. وي ويلي واش باغيني نتف شعري ولا شنو؟ كاين شي واحد عينيها زورق وبيضه وزوينه بحالك والملامح ديالها كتخطف القلب تقول هاد الهضره؟ ضحكات رقية وهي تميل جهتها حيت عينيك زوينه الحبيبه داكشي علاش كتشوفيني زوينه. بعدات اسيل عليها كتحرك راسها بالنفس و غيسكتي اسمعي كلامي وانا غنخلي حمزه يدور 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 على راسو يتلفني يشوفك. لقات المبصغه ديالها وهي تقول لها غندير لك الكحل في عينيك وغنخلي حمزه يحماق. يا تقول لها رقية وعلاش غنخليو يحماق؟ هزات فيها اسيل فمها باش يعرفوا قيمتنا وغي ما غادي يضرناش غير شويه الغيره هكا جوج كلمات يطلعوا شويه النفسيه. رمشات فيها رقية شحال مره بحال كتحاول تفهم كلامها وهي تقول لها واش كديري هكا مع شهاب؟ دارت اسير الفوق رجل وهي تقول لها اها شي مرات كندير الغوج على فك كنخلي غادي يتشلط هو بلاصتو. ايوا علاش كيموت عليا شهاب غير هكاك؟ دابا شنو غتسمعي كلامي ولا لا؟ تردات شويه وهي تقول لها واخا نسمعو عري داك لاغوب اللي قلتي واجي لحط لي هذاك الحل. بدات كضحك اسيل وكتصفق متحمسه. ورجعت رقية بصرها للمرايه كتشوف نفسها متحدياها غتغلب على المخاوف ديالها غتخلع ديك البيدره السيئه من الجذور. الافكار ديال عفاف كانت بحال داك الزرع المخيف كتحجب عليها النور وغرقاتها في الظلام وفي الجمود والعناد. دخلات مع والديها وأسيل الكافي واللي حرص حمزة أن يزينه بطريقة كتناسب العقد القيران. رقبات الملامح ديال شهاب اللي كانت متحفزة والقرب ديالو من أسيل وداز من حدا بحال لا ما كايناش ما عطاش نفسها مساحة للتفكير فيه لأن حمزة كان كيقرب منها وعلى وجهه ابتسامة عريضة كيستقبلها بحرارة وترحاب تورضات خدودة دغيا.
دغيا لمس يديها و مال حدا بدناها هو يقول لها شاد الزينه ده كله. لا 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 صبري صبري شويه. تراجعات فيها حاسه بالخجل وهي تقول له شنو كاين، شارب راسه على عينيها ويقول لها شكون يقول ان القلم الكحل وهاد الخط يقدر يسبب هاد الجريمه دي كلها، مجرمتي. شارت على نفسها مصدومه، انا مجرمه. هز براسو كياكد كلامه، مجرمه ملي تسرقي قلبي وعقلي اذا مجرمه. سي ما عندكش الضمير، كيف غنكمل حياتي وما عندك انت؟ بدات كتبتسم ويقول لها يتقول له عادي خليك ديما حدايا وغتلقاهم معايا. بدا كيبتسم وهز في حاجبو بحال كيفكر في كلامه ويقول لها شو رايك اني نازل لك عليهم ولكن بشرط. جاوبته مستغربه، الى شرط؟ تعمد انه يشد لها يديها هكا ويقول لها عطيني قلبك وعقلك وصيني على وصل ان هذا القلم ديال الكحول هذا ديما غيترسم لي غير انا بوحدي. ابتسمت ابتسامة صغيرة، من بعدها بدات كضحك على طريقته، واللي من المفروض انها تكون اكثر رومانسية. وهي تقول له واش بحال كنتخيل ولا بصح؟ كتبان لي بحال متأمل لك شوية. ضيق عينيه كيفكر ويقول له شنو هي المتأمل لك؟ لا لا انا كثر، انا مستبد. بدات كضحك ويغمزها بطرف عيني. يلا حيت تقريبا كلشي كيتسناو باش نديرو العقد. هزات راسها بالايجاب، سمات غدا موراها جلست حداها على ديك الطبلة الطويلة اللي تخصات لعقد القران. راقبات باباها حدا العدول وفي اتجاه المقابل قالت الشهاب، دار يدو في يد باباها ولمحات الفرحة ديال اسيل واللمعة ديال عينيها والفرحة، وهي كتراقب شهاب وكيردد مورا العدول وفرحان. سدات عينها كتخيل الشهور ديالها واللي اكيد غيتبلور بعد عقد القران. واش غتبقى سعادة ديالها للأبد ولا غتقابلها مصاعب تخليها تبدا من نقطة الصفر؟ مجرد أنها فكرت في هاد الشي يد حمزة كانت حطت على كتفها، ولا بحال كيقول لها بلي أنا معاك. ما كانش عارفة أنه كان خايف أنه يفقد نفسه، بحال كان كيتشبت بها باش يبقى على الإصرار ديالو أنه ينفذ داكشي اللي بغاتو نفسه. مجرد ما حطيتو في يديها حس بواحد الحرارة كتأكد على العشق ديالو ليها وأن داك القلب اللي كينبض بغى يتحملش انه يبعد عليها مره اخرى. حسات فجاه بالفراغ ملي بعد يدو ورد باش يجلس بلاصه شهاب، وتوالوا الادوار في لمح البصر. تاهب قلبه وهي مراقبه، هو كيردد بهدوء كيخالف الفرحه ديال شهاب، ولكن فكرت ان ردود الافعال اكيد كتكون مختلفه. شهاب متوتر وحمزه متحقل وبين الرزانه في التصرفات ديالو، وما خفش عليها الفرحه ديال باباها والطموع ديال ماماها اللي كانت كتسابق قبلها، فما تيقاش ديك الفرحه اللي اجتاحت عائلتها الصغيره في ديك اللحظه اللي كانت مميزه. حط العدول الدفتر قدامها وطلب منها انها توقع في واحد الخانه. شدات القلم وشافت فيه بحال كتستكشف اخر مشاعر عنده قبل ما تحط التوقيع ديالها ولا غينقلها من الحاله الاخرى من عزبه ومتزوجه. بدا كيشوفها بحال كيقول لها وقعي. تشجعات لحت المعتقدات ديالها كما كامله، قررت انها تخوض حياه جديده. وقعت وهي كتبتسم وانطلقوا الزغيرين ونهضوا كلهم كيتبادلوا التحيات والمباركات. صح. وبعد ما داز عقد القران مرور الكرام حسات رقيه بالملل، قررت انها تخلي الكرسي ديالها وتخرج تنشق الهواء. قدرت تهرب من رد النظره ديال ماماها ليها واللي كانت كتحمل واحد الغموض كبير، يمكن كتحاول تفهم شنو واقع. اللي عارفه ان بتاكيد والديه تعجبوا لذاك التغيير الجذري اللي وقع في النمط ديال حوايجها. داك الكحل الاسود اللي رسم عينيه عمر ما دارته، بحال عينيه لوحه، بحال تقن واحد الرسام انه يحدد الوانها. خلال ديك السطر ديالها ديال الجلد واللي اختارتها باش تحمى من البرد ديال الشهر، خاصه ان الفستان كان الثوب ديالو ما كيتناسبش مع البرد اللي كاين. هزات راسها بياس ملي بدات الموجات ديال البرد كتضرب. حمزه ما شافتوش من اللحظه ديال عقد القران، ما عرفاتش علاش حتى كتحس بالانفاس ديالو موراها. دارتها كتلقاه عينيه عليه واقف قدامها مباشرة، وفي يدو ديك الفاز ديالها ويقول لها علاش واقفة في البرد بلا الجاكيت ديالك؟ من تا تصبعها كتاخدو من عندو بلا تفكير ويتقول له شكرا الجو بارد بزاف، ويقول لها الغوب ديالك ما شايفاش انه مزيرة لك شوية؟ ديك النبرة ديالو كانت قوية جامدة، هزات فيه واحد حواجبة كتحاول تفهم معنى ديال كلامه واللي كان في غير المحل ديالو. شنو علاقة الطقس والبرودة بالفستان اللي مضيق عليها؟ وما ثباتش شنو قصد. وهي تقول له ما فهمتش. خدا نفس طويل ويقول لها ما يمكنش تلبسي كسوب بحال هادي مره اخرى، ماشي ستيل ديالك، ويا ريت تبقاي لابسه الجاكيت الفوق. واش كتغير عليا؟ هذا هو رد الفعل ديالها. تعجب، كان كيظن ان كاين مجادلات غطي على راسه، ولكن باش تقول له هكا ما توقعهاش. ويقول لها في صدق
اكيد غير عليك فوق ما كتخيلي، حتى وانا معصب منك ومن الكحول اللي دايره في عينك. كنشوف بلا ما كاينلاش لاش ما زاد لك حتى حاجه، بالعكس عينك زوينين بلا والو. كانت حاسه بلا صافي، تفقد الوعي ديالها من فرط المشاعر اللي كانت كتراقص في الداخل ديالها. دغيا تبدلات حالتها بين الثانيه والاخرى، عاد قلبها اللي كان كينبض 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 وهي تقول له بخفوت كل ما كانش زوين ما كنتيش غتعصب هكا. بالعكس انا شايفه انه زاد من الجمال ديال عينيا، كنفكر نديرو ديما. قالت ديك الجمله بلا محمل العناد والمشاكسه ديالها كالعاده، ولكن تبدات المنشد ليدا وي بحال كيحضرها. لا الكحول هذا ما غتخرجيش به مره اخرى من الدار ابدا. رقيه حاولي تقي الشر ديالي في هذا الموضوع هذا بالذات، انا ما طيقش نفسي وانا كل واحد كنشوفه كيشوفك واحد منا واحد منا. عرفات كلام اسيل، وحسات بديك الثقه اللي حساتها في صدرها، ونظرات ديالها بعد ما كانت مهزوزه ضعيفه تحولت لوحده قويه كتحمل واحد الدلال من نوع خاص، نوع اللي يقدر يثير الجنون ديالو في الاخر ديال الحفل. نفذات كلام اسيل ليها بالتفصيل بلا اي تحدي على اي خط من الخطوط العريضه اللي رسمتها ليها، وهي كتقولها بك التوصيات الانثويه الماكره واللي كانت هي جاهلاها من الاساس، وهي كتقول لها واخا واخا واخا. ولكن هاد المره كان عندها مذاق خاص، قربت منه وهي تقول له انا فخوره بك بزاف، قالتها بحب وفخر بان مزيان هكا في الملامح ديالها. حس بالمشاعر ديالو كتدور بحال كان كيتسنى ديك الشقه الاولى باش يقول لها شي حاجه لا ارانيا ويسمح لديك الكلمه انها تبان العلن، بعد ما حاول يقيدها بدوك السلاسل اللي دارها هو بداك الاتفاق ويقول لها وانا كنبغيك. بقات كتشوف فيهم تيقاش بحال كانت كتفقد الامل في ديك الكلمه انه ينطقها، ولكن علاش خسر دابا بعد ما كانت كتمنى انها تسمعنا منه، وتحديدا ديك النبره ديالو المميزه وعينيه اللي كانوا هايمين فيها. سحبات يدها في لحظه منه وتما تغدا داخله لداخل، بغات تهرب من ديك الشوفات ديالهم ديك الكلمه اللي بعثراتها بحال ديك السندريلا اللي هاربه من الامير ديالها في الاخر اللقاء. يلا تخطات لداخل حتى حسات بالكف ديالو هكا جرها جهه المكتب ديالو ودخل هذيك الغرفه ويسد الباب، وهي تقول له حمزه شوف اعتبر اننا مازال مخطوبين، ويقول له شش لا صبر هذا صبري هادي قلت ليها ودفنيها هذا راه العقد ديالنا، انتي عارفه شنو كتقولي. تزاد ابتسامتها اكثر وهي كتشوف فيه بعد انفه شنو كتقول كيفاش واش العقد شنو كيوقع فيه. شاف فيها بمكر وبدا كيبتسم، تبغي نقول لك ولا تبغي ندخلو في الفعل مباشره من الاحسن ما نضيعوش الوقت. تقدم منها وهي كتراجع اللون متوتره حتى كانت غطي على الطبله اللي كاينه ممرها مباشره. تشد حمزه من الخصر ديالها مقرب عليه، هزات عينها كتشوف فيه بخجل، ما قصدش انه يخوفها الوقت ما كيراهش انه يعترف لها بداك السر اللي خازنه في الاسوار ديال قلبه، اعتراف اللي كان غيخليه متشبث ويخليه متشبث بها اكثر بالقرار ديالو. تقدر تكون مازال ما كتبغيش اولا مازال في المرحله ديال الاعجاب وما غاديش يتسرع ويعترف ديك اللعبه حتى تعترف ليه هو ويضمن بعدا بلا ما غتبعدش عليه، وديك الساعه تكون في المملكه ديالو للابد. جلست حدا والديها وهي كتحاول تسيطر على المشاعر ديالها اللي كانت كتدفق، ما قدرتش تحيد من راسها ديك الجمله اللي قالها لها ديال كنبغيك. اسيل كان لها حتى راي اخر، ملي اصرت على انها تستخرج من شروطها وهي تسولها شنو كنتو واقفين برا كتقولوا. حمحمات رقيه عادي والو غير كلام عادي. كلام عادي. تسنات رقيه دقائق وهي كتصارع مع نفسها باغا تشارك شي واحد الفرحه ديالها، وفي نفس اللحظه باغا تحتفظ بداك الشيء لوحدها، ذكرى خاصه بهم بزوج. عاد حسمت الامر ديالها وهي تقول لها قال لي كنبغيك. شاقت اسيل فرحان حاولت وجهها جهتها واحد المشهد درامي، وهي تقول لها بصح، وهي تضغط على رقيه على يدها عافاك ما تفضحينيش، وهي تغمز اسيل هذا كلام تافه هذا، وهي تقول لها علاش انت فرحانه واش انت اللي قالها لك ولا انا. وهي تصفر اسيل وانتي مالك انا عزيزه ليا القصص ديال الحب. بقات كتضحك رقيه وهي تقول لها اسيل وشنو قلتي ليه ملي قالها لك؟ والو ما جاوبتش وخليته ومشيت، وعاد دخلي وريني شي حاجه في المكتب ديالو عادي ما جاوبتوش. كانت كتحاول تبعد اي تفكير خايب عليها، بالفعل نجحات رجحات من الشروط عند هاد النقطه واستسلمت الامر ديال ماما، وفعلا خرجات مع حمزه غاديين توجهين مباشره للكافي ديالو باش يهضروا. مشات اسيل البيت ديال ماماها محصبه، ماما هي رقيه نجلس مع حمزه. هزات العزينه على صاب صمت وخلات عينيها كيفسروا التصرفات ديال اسيل العدائيه اللي بات بلا مقدمات، وهي تسفر اسيل
ما كانش خصك تخليها تنزل مع بوحدها. ضدات زينات بسرعه قلبات منها وهي كتسولها شنو هي كيفاش ما كانش خاصني نخليها تنزل معاه. هي جابا غي ما يمكنش تنزل معاه وهي مريضه، واش ما شفتيهاش؟ انا خايفه عليها. كتعقد زينات دراعها قدامها وهي كتشوف اسيل حالتها غريبه. هثرت بداخل الشكوك، خايفه عليها من راجلها. الراجل كتر خيره خدام مع الكافي ديالو تدير شويه على راسها. حلات اسيل فما بغات تهضر، ولكن جاتها فكره وهي تقرر تنفذ هذيك الساعه دغيا بان على داك الهدوء. هي تقول لها احسن انا غنزل نشري شي حوايج خاصيني وقبل ما نمشي اتصل بها نشوفها فين غتمشي مع من. حركات زينة راسها قبل ما تخرج اسيل من عندها وهي تسول بنتها اش مخبي عليا يا اسيل. خصات اسيل شويه قبل ما تضر مبتسمه. لا والو، انت عارفه ملي رقيه كتمرض كنكونش حامله راسي. زات ماما راسها بتفاهم وانطلق لسانها دغيا كدعي معاهم الله يحفظكم ابنياتي بزوج بيكم لاي مكروه. دخلت اسيل بيتها بدلات حوايج دغيا وفي الداخل ديالها كتحفز نفسها على انها تجري تلحق رقيه قبل ما يحاصرها حمزه مره اخرى. حالتها النفسيه خايبه بالتاكيد ما غتقدرش تفكر معاه. وعند هاد النقطه بدا عقلها كيصور لان تصرف ديال حمزه خطه جديده من التدبير ديالو هو وشهاب، واكدت نفسها انها غترد ليه هادشي اللي دارو وما غاديش تخلي اختها تنكسر بداكشي اللي دارو فيها وغادي تردها ليه. صون التليفون ديالها خرجها من داك الواقع ديالها، جاوبات بلا ما تنتبه ان المتصل هو شهاب. تا كتسمع صوتو اسيل، ولات متاكده ان اللي توصلت ليه دابا هو لعبه جديده منهم. هادشي اللي اكد ليها هو المجيء ديال حمزه واتصال ديال شهاب اللي تقريبا جا في نفس الوقت. وهي تقول له شنو باغي مني؟ شنو غنكون باغي منك؟ واش ما رداش بالك انك مراتي ولا شنو؟ وهي تقول له ساهي بحده والله ما كتحشم وعاد مازال وجهك صحيح كتهضر معايا. سيل انا ما غنستحملكش بزاف وانت هكا. بدات كتضحك ومالي هكذا كيجيسك؟ واش كيحسب لك هبيله دغيا غتقولي جوج كلمات ونسكت؟ لا نسى، انت اللي خدعتينا كلنا، انت اللي كسرتي قلب اختي. وانا قلت لك شحال هادي بعاد من اختي اشهاب، حيت ديك الساعه تكون انت اللي خاسر ودابا جا وقتها وخسرتي. ما غاديش نخليك ولو كان اخر نفس فيا، فاهمه ولا لا؟ وهي تغوت هي ما فهماش ما باغاش نفهم وخرجي من حياتك حسن لك. تراجعات الحده ديال النبره ديالو بدا كيحاول يتعاطف ملي شافها هي طالعه. اسيل تيقيني والله ما كنت قاصد نأذيها، وعاد خليني غير نعاود لك نفهمك. وهي تقاطع بنفع الصبر، وهذه خطه جديده ياك انت وحمزه كديروها، هو يجي ويضحك على رقيه ويديها الكافي وتتهضر معايا وتضحك عليا، كيحسب لكم بلا صافي الموضوع هكا تسالى. لا انا ما غنخليش اختي تكون لعبه في يديكم مره اخرى، وغديك الساعه غادي نوريكم. رغم ان كلامه ما فهموش ولكن ويقول لي شنو غديري عادي غنقطع اي فرصه تحاولوا فيها معنا، وغنزل دابا نلحق اختي من داك الكذاب الاخر، وما غنسمحش لانه يستفرد بها في الكافي ديالو. انا اللي غنوقف لكم في المرصاد. تسناي قبل ما يكمل كلامه قطع التليفون في وجهه. كملات دغيا كتلبس حوايجها وخرجت مقرره انها توصل في اقصى سرعه الكافي ديال حمزه. شهاب وقف دقيقه مع نفسه كيعاود ترتيب كلامها في عقلو، عاد انتبه للكلمه اللي قالت بلي غتمشي للكافي ديال حمزه. دغيا ركب السياره ديالو ولحقها، وكانت عنده هذه فرصه وحيده باش يواجهها وجمع كوي واجه كل شيء ويعترف بالغلط ديالو بحق رقيه، وينهي هادشي اللي بيناتهم بطريقه دبلوماسيه. كيظن بان هذا هو اخر حل عنده. وقفات رقيه في وسط الكافي كتراقب التحركات ديالو بشويه، زعزعت الثبات ديالها من بعد ما كانت كتحلى معاه بها ملي خرجوا من باب الدار. زيرت على الساك ديالها تبرز عروقها من كثرة ما منفعلها، بحال شاده شي جمره ديال النار. بدات كتشوف يدو وكيحرك الكرسي في واحد المساحه خاويه، حطو على جنب ودار حدا واحد اخر. خرجت نفس طويل قبل ما تواجه معاه ديك الدائره الصغيره اللي كتشعل بالنيران ديال المشاعر ديالهم اللي فايره. شار لها بهدوء وعينيه كترجع تعطيه فرصه اخيره يحاول فيها يهدم ديك الاسوار اللي تبنات بيناتهم. رفضات وهي تقول له ما غاديش نجلس. خرج صوته هادي كينفي داك القلق ديالو في ديك المواجهه، خصك تسمعيني. شارت بيدها وهي تقاطع ما باغا نسمع منك حتى كلمه. قرب منها خطوه وحده تحلى كيترجاها اكثر ويقول لها بصوت اللي غالب عليه داك الحزن، خصك تسمعيني باش تقدري تخطي اللي وقع. وهي تقول له تخطى اللي وقع. سكتات شويه كتسرج مع الانفاس ديالها اللي بدات حساسه كتحصر في صدرها، ورجعت كتقول له صوتها مهزوز متاثر كتحارب دموعها باش ينزلوا.
واش كيحسب لك داك الشيء اللي درتيه ممكن تخطاه هكذا، تخليتي علامه خايبه في الداخل ديالي، عمرها ما غتمشي باعتذار. بدا كيحك الانف ديالو بحال كيتمسخ باخر قوه عنده قبل ما ينهار ويعلن الضعف ديالو قدامه. خصك تخطايا رقية، حنا ماشي زوج مخطوبين وصافي، حنا دايرين العقد ديالنا، حنا مزوجين. هي تقول له بلا مبالاة مع أول دمعة نزلت من عينيها، شنو معناها كاع؟ عادي كل واحد غيمشي في حاله. قرب خطبة أخرى وكيقول لها بخفوت، ترضي على نفسك تلقي قبل ما تدخلي الدنيا معايا. رفعت البصر ديالها فيه كتشوف فيه بتحدي، متعمدة تذكرو بداك الفعلة ديالو. ماشي حسن ليا ملي ندخل الدنيا مع واحد كذاب بحالك، يخدعني ولا شنو يضم مني ان ما كش العاشر ولا 12 ولا 20 في الضحايا ديالك. اللي يقدر يدير هكا في بنت يديرها في 100 بكل سهوله. كان كيحرك براسو بالنافي مع كل كلمه كتقولها، كلامه بحال ديك الاسهم الناريه اللي صابته وخلاته ما قادرش يفكر معها ولا يجاوبها. بعد ما كيتحلى بداك الهدوء قدامها دغيا يحس بديك القوه الزائفه عنده، نهارت بدات كتصدع، كيحس براسو صافي غينهار قدامها. خصك تسمعيني، خصك تعرفي ان اول مره كنوافق على هكا، انا ما كنتش قاصد ناتيك. بدات كتبكي، تلعبتي بيا، ضحكتي عليا، فهمتيني انك كتبغيني، زوجتيني وانت عارفه انها لعبه، هادشي كله ماشي هديه. صوتها كيتراعد قدامه، النبره الاخيره خصوصا نهارت. حس حمزه بواحد الغصه في حلقهم بعد ما اعترفات، رغم كاع داك الظلام اللي في القصه ديالهم، ولكن اعترافها بحال خلى واحد النور كيدخل بيناتهم، بحال قال له كمل كلامك وانا كنبغيك فوق ما كتخيلي. والله العظيم فعلا كنبغيك، ولكن بعد ما عرفت انك غير الشخصيه اللي شيها بحكى لي عليها، انا كنت كنظن اني كندير عمل بطولي، وانا كنعتق صاحبي من وحده حقوده كيف معوديه. تصدمت، تفاجات انك ماشي بحالك، تي انقى وانظف من هكا بزاف. ما نكرش اني كنت كنحارب المشاعر ديالي معك، ولكن ما قدرتش. شد بيده وحطها فوق قلبه، هبط قدامه على ركابه ويقول له، قلبي كان كيتعلق بك كل لحظه في الوجود ديالك معايا، في الخياب ديالك كنتي بعيد عليا. رقية تيقيني قدرش نبعد عليك، والله ما القدر. رغم ان كلامه كان كيمشي العقل قلبها وعقلها بزوج بساطة، لانه حبيب قلبها والعدو ديال عقلها. سكتات وهي كتسمع لي، ولكن قلبها ما سكتش، كانت في حاله ما قادرش تهضر اولا تخرج المشاعر ديالها اللي تكتسات في صدرها. ما عندها اللمسه ديال ولسانها تلجم اللي حسس بيديها على صدره، سمحت نفسها انها كتبكي كتبكي، حتى ولا البكا ديالها هيستيري بحال هي اللي كتبكي بالنيابه عليه. تخنق صدره هو كيشوفها هكاك، مابقاش عنده القدره انه يشرح اكثر. من كثرت مضاعف قدامها، اي حاجه في الداخل ديالو كانت كتقطر بالدموع. حضنها رغم انها كانت كتحاول تبعدو عليها، زوج بيهم كيبكيو. هي داك الشهيق ديالها كيفاش كتشهق كتغوت، حاس بقلبو كيتمسق ودموعه نازلين بالسكات كيهبطوا بغزاره، وهو كيحاول انه يتحكم فيها. دخلت اسين من الباب الخارجي ديال الكافيه، كتقلب على رقيه بلهفه برصت عليها قبل ما تخطي خطوه لداخل. لبحاتهم لداخل بزوجهم حاضنين بعضهم من خلال الزاج اللي برا، وقفت بحال الصنم كتراقب داكشي اللي كيوقع بيناتهم. داكشي دا على قلبها ملي حسات مشاعر خصاويه في ديك الحاله. الضعف ديال رقيه شبه مستحيل، والمستحيل انها كتبينو هكا. هذا كيعني انها خدت شحال من معركه مع مشاعر حتى تسمح لها انها تبان. دارت صباع على الزاج كتفكر محتاره في قرارها، واش تفسد عليهم هاد اللحظه ولا تسنى وتعطي الرقية حريه التصرف في حياتها. حتى كتحس بشي انفاس موراها دارت دغيا تخلعات، علاش جاي تابعني؟ قرص شياب فوق نيفو كيحاول يضبط الانفعالات ديالو ويقول لها، على قبلك باش تسمحي ليا. تسمح ليك على شنو ولا على شنو؟ لانك كسرتي القلب ديال اختي والعقل بي معاها. ضغط بيده على درا ويقول لها، كسرت قلبك في شنو بالضبط؟ انا كنت كنحارب على قبل علاقتنا تبقى كما هي، ورقيه كانت كتهدم حياتنا كلها. كلامها ما تنكرش انك كنتي كتبعدي عليا بسببها. دغيا رفضت يده عليها وتراجعت اللور للزاج، وهي كتقول له، لا شي حاجه ما كاينش غنبعد عليك، حتى اللي خيالك وشيطانك كان كيصور لك هكا، ولكن دابا فعلا غنبعد. طلقني، رجع ويشد من كتافه، شنو غنطلقك شنو في خيالك؟ انا واش باغي تخليني بعد ما بغيتك؟ راقبت ديك الحاله ديال الدار ورجعت النبره ديالو الليل، ما تدناش القبضه ديالو اللي كانت بزيره عليها بحال كيتمسك باخر فرصه اللي جات. اسيل، انا ماشي غير كنبغيك، انا كنعشقك، غتخليني وانا ما عنديش من غيرك؟ انت راك حياتي كلها، واش انت
سيدي عمرت عليا حياتي بهاد الموت ديال عائلتي، انا راه نموت بلا بك. قاومت المشاعر ديالها باش ما استسلمش ليه، تقدر تجاوز كل شيء مع هذا الخذلان اللي ضغط على يدو. رفضات فيه كتقول العشاب لا، دفع عليه الدجاج وبدا كيغوت مع الغضب ديالو، بدا كيتصرف بالجنون وهي كتغوت من هي كتشوفه كيعنفها. ما غاديش نخليك اسيل، انا خالفت كاع المبادئ ديالي باش نوصل لك. اش كديري هكا حيت عارفاني كنبغيك؟ ها كتفشي عليا ياك؟ بدات النبره كترتفع اكثر واكثر، تبدات كتغول كتحاول تبعث عليها. دابا حمزه ورقيه الصوت الغوات اللي على برا، ولكن كان مكتوب لان الزاج كان معنهم. بعد حمزه عليه بعد ما بدات المشاعر ديالهم كيتصالحوا، حس انها رضخات ليه شويه وتلفتات رقيه اللور عاقده حواجبها ملي سمعت ودنيها كلام منه. اسيل انا كنبغيك بهذا شهاب. ديك الساعه كان حمزه نايض خارج مورا رقيه باغي يمنعو داك الجنون ديال شهاب ولي فقح توقعات. حضنت رقيه اختها كتحميها من الغضب ديال شهاب والانفعال ديالو، وشهاب كيغوت اكثر واكثر خصوصا ملي شافها وهي كتحضن اسيل بداك الشكل. شنو كديري؟ كتخلعها مني اكثر ياك؟ انتي السبب اصلا في كل شيء، كلامك ليها عليا كرهتيها فيا كتكرهي، علاش كتكرهيني؟ علاش شنو درت لك؟ بدا كينتافع جهة رقية، ترجعت هي مخيفة منه من ديك الحالة الجنونية. تشدو حمزة كيمنعو أنه يتقدم خطوة أخرى ويقولو شهاب واش حماقيتي؟ بعدو عليه شهاب وكيهز راسو من فعل. أحمقية نتا قديتي الأمور ديالك وأنا الشيطان اللي حياته كدمر. عادي حول بصرة ديال جهة أسيل، مغاديش نطلقك أسيل، مانطلقكش فاهمة؟ هي كتغوت أطلقني كنكرهك. هز يدو كيزر الخصلة، يزير الخصلة ديال شعرو بحال غيقلعها، ثم غادي جهة الكراسي اللي كانت مرصوصة حدا بعضهم، الزواحد ضربوا على الأرض تتفرتت. بعدات أسيل ورقية أكثر بحال كبير اليوم صافي حماق، وخاصة عيني كيطلقوا ديك الشرارة ديال الغضب، تا كيجرو حمزة على برا. راك فعلا كدمر حياتك، شاد الشي اللي كدير تهدن وديك الساعة نهضرو. بعدو شهاب عليه بكرة قبل ما يخرج شاف أسيل بحرقة ويقول له مغنطلقكش، إلا طلقت كنموت. وخرج من الكافي وعينيه كيطلقوا داك الشعرات الغضب والكر والحقد، مشاعر اللي مخلطه خلاته بحال ديك البارود اللي الفجر غيدمر كل شيء. غادي في الطريق والجسم ديالو كيتشنج، الافكار السلبيه كتحاوطو وكتبحي اي بريقه للامل بعلاقته مع اسيل. دغيا حياته تحولت للظلام، اسيل اللي بعدت عليه كيقول صافي غادي نموت. هز راسو كيحاول كيحارب ديك الافكار ديالو، كيتوعد في الداخل ديالو انه ما غيخليهاش وغيحاول مهما كان ويحاول ويحاول حتى تسمح ليه. غادي في الطريق بلا ما يراقب الجهات ديالو متوجه للسياره اللي حاطه في جنب الطريق. فجاه جاي واحد السياره بسرعه كتضربو، حسكات بالارض سمع داك الصوت صيت، والضربات ماشي غير بالجسم ديالو لا، ضربه كانت في مشاعره وقلبه وعقله. حس ديك الساعه بحال في دوامه كبيره والشريط ديال حياته كيدوز قدامه، افعاله كلها مشاهد قصيره تتحرك قدام عيني بسرعه، السرعه كتنافس السرعه ديال الانفاس اللي كان كيلفظها بحال كيحارب باش يبقى على قبلها. مازال قلبه كينبض على قبلها وهو في الوداع ديالو الاخير، هادشي اللي ظنه. وبدا كيستعد تدريجيا حتى ان الجسد ديالو بدات الالام ديالو كتنسحب منه بعد ما كانت كتفوق القدره. انفاسه تقالت بحال شي جبل طايح على صدره. بشويه ضربات ديال قلبه كتخف كتخف، نهايه ما كاينش فرار من الماضي. غير حاجه سمعية الغوته ديال حمزه بالاسم ديالو، وشويه كيسمع كيسمع، كان ما بين ديك الحاله ديال ما بين الوعي واللاوعي. بدا الدم كيخرج من نيفو وحمزه كيقادو ورقيه واسيل كيغوتو. ورقيه كتشوف مصدومه في اسيل، ما قدرتش تقول حتى كلمه من غير انها خلاتها كانت كتجري مورا حمزه. ام اسيل تحركات خطوات بطيئه كتحارب واحد الهاجس اللي سيطر عليها. غير شافت الجسد ديال شهاب ما كيتحركش، قدرت يديها على فمها وتفعد دموعها كيسيلو كيسيلو كيعبروا على المدى ديال الخوف ديالها والالم بعد ما شافت حبيبها مليح في الارض. لا حول ولا قوه ليه، تكسب عليهم الفراق اجباريا وماشي اختياريا، ولكن هذا الفراق هذه المره قاسي بزاف، قلبها ما غاديش يتحملو، ما تصورش عقلها. الحياه من مورا غتولي بلا روح. شدات رقية يد شهاب ملي قال لها حمزة خليك معاه بين ما نجيب السيارة ونجي، بدات كتشوف فيه رقية والدم كيسيل من نيفو هكا غزير وعيني غايمين. هزات البصر ديالها كتشوف في الجهة اللي مشات منها السيارة اللي ضربتو، ولكن رجعت مرة أخرى كتشوف ملي ضغط هو بشوية على يديها، وبدات يدها تانية كتحط على دراع شهاب. إن شاء الله غتكون بخير،
غندخلوك دابا للسبيطار. خرج صوته متقطع بديك الالم اللي كيقولها. رقيه اسمحي لي، سد عافاك، ما تهضرش دابا سد قبل ما يفقد الوعي ديالو. نطق اخر جمله، قولي الاسيل كنبغيه بزاف. وفقد الوعي ديالو مباشره موراها، وهي بدات كتهز رقيه. شهاب خليك معانا شهاب. قرب حمزه بالسياره ديالو هبط الضغية، كيغوت باسيل باش تحرك معاهم وتعاونهم انهم ينقلوا شهاب للسياره. في ديك اللحظات كانت تقريبا انها تفقد الوعي ديالها، كيوقفها مصمه مصدومه ما كتحركش نهائيا. دازت 4 ايام، كانت اسيل ملازمه شهاب في المستشفى، جالسه على نفس الكرسي اللي حطاتو بيده بعد ما خرج بالعنايه المركزه. شويه استقرت الحاله ديالو، ولكن مازال تحت تاثير المسكنات والمنومات والمهدئات، لان كان عنده الام صعيبه في العظام. بالعطري قويه كتراقب الملامح ديالو، بالهفه ما فقدتهاش ملي دخل المشفى، كتسنى غير اشاره منه، باغا تسمع صوتو. يتهدن قلبها ولو شويه، خايفه عليه، مره كتشوف فيه وكتختفي بنظرات ديالو ملي كان كيحل عينيه ثواني كيشوف فيها وكيسدها مره اخرى. هذاك النظرات الخاطفه خلاتها كتنفض بحال اللي كتلدغ. كتجي جيتو كدات بكي بدموع الفرحه، ولكن ما كتكونش فرحه كامله، مازال تحت تاثير ديك المسكنات واللي كتمنعو حتى انه ينطق الاسم ديالها. شي مره كيجيها شعور غريب كيخليها تخوض في شي سيناريو اللي قاسي، كتخلي تخيل حياتها بلا بيه بلا بيه للابد. ديك الساعه كتحس بحال قلبها كيتحرك من بلاصتو، الدقائق ديالو صافي كتحبس. رجعات بالجسد ديالها مره اخرى، كتسند بظهرها على ظهر الكرسي، كتحاول تلقى طريقه ترتاح بها. بدات يدو مزير عليها هكا، بس شحال مره كتسترجع ذكرياتهم مع بعضهم، كتمسك بها بحال داخل الغريق. ورجعت تكات مره اخرى على الكرسي، كتحاول تلقى طريقه ترتاح بها. ما نعساتش من داك النهار، في ساعات قلال فقدات الوزن بزاف عاد داك السواد اللي ولا تحت عينيها، لانها جالسه هكا ملي دخل المشفى. تابعت الصوت الباب كيتحل، هي لا بدات كتستجمع تركيزها، حتى كتبان لها رقيه وهي داخله بشويه باش ما ديرش الصوت. وهي تقول لها اسيل دخلي رقيه. هبطت رقيه قربات عندها على ركابها، وهي كتقول لها الدكتور قال لي انهم غيخفوا المسكنات على شهاب اليوم بالليل، يعني ممكن تصبحي يفيق يقدر يجلس معنا. دغيا ابتسمت وعينيها لمع. بصح رقيه بيتهز لها راسها، حبيبه قلت ندخل من فرحك. شدات اسيل يد اختها وهي تقول لها الحمد لله اخيرا غيفيق يهضر معانا. لط رقيه وهي كتشوف شهاب نظرات خاطفه، على الرغم داكشي اللي داروا معاه، ولكن بكات بزاف حازنه عليه وفي العنايه، كتمنى ليه الشفاء. الانسانيه ديالها نقيه خلاتها كتخلي داكشي اللي داروا على جنب، كتمنى يرجع بكامل الصحه ديالو. تنهدات وهي كتبوس هكا راس ديال اختها، يلا غنخرج دابا لا حتى تجي شي حاجه قولي عليا صافي. هزات لها اسيل راسها، وفي الداخل ديالها كتحس بالدقائق بحال شي طفله صغيره باغا تلقى ماماها، ودموعها كيسيلو، ولكن هاد المره فرحانه مشتاقه ليه. وبدا لسانها كيقول الادعيه كتناجي الله انه يفيق شهاب هو بكامل الصحه ديالو. خرجت رقيه من الغرفه وعينها كتجاهد على قبل باش تبقى فايقه، قلبات على حمزه ما لقاتوش في داك الممر، وتنهدات المره اللي ما عارفاش شحال. يمكن سبب ديك التنهيدات هو ان المشاعر ديالها مضطربه ديك الفتره، عانات صراع نفسي، صراع كانت كتحاول انها تجاهلو قبل الحادثه ديال شهاب. عاطيه الكرام تحقق الكامل انها فأر من الناس اللي كسروا قلبها بلا رحمه، ولكن شنو غدير وقلبها كيتلوى بحال داك المريض وكيتألم، عارفه الداء وعارفه الدواء، المشاعر ديالها مخربقه مع افكارها، واقفه في وسط الطريق ما عرفت ترجع ولا تقدم. بلعها طريقها ملي تفكر في الذكريات ديالها معاه وما في المشفى، غتكون حمقه الا بقات في المشاعر ديالها جهته، حاربات وفشلات. واش الحب لعن هكا لهالدرجه؟ تسألت وما لقاتش من غير دقات قلبها اللي كضرب كل ما قرب منها، ولا قال الاسم ديالها بلا قصد او لا بقصد. الاحاسيس ديالها كانت كتاهف في الحضور ديالو وكضيف غيابه، الحواس ديالها بحال اسيره ليه، وتصرفاته كترقب ادق حركاته. وهاد المده يقنات بالله ولات مهووسه بيه، واخا تحارب هادشي وسمحات لعقلها بالحريه الكامله يحسب داك الجدال بحركه صغيره منه. عمر ما ذاقت الوجع ديال القلب، وملي ذاقته كان على يده، ولكن الموقف ديالو غريب بالنسبه ليها. هو العدو، هو الرفيق، هو السند، هو اللي خذلها. الافعال ديالو هاد 4 ايام كتخرج من شخص نبيل، مايمكنش يدير فيها هادشي اللي ظهرو، تعجبات وفكرات وكتستغرب الاهتمام ديالو بها. ورغم ان ديك الايام دازت بهدوء وسلام، كل واحد منهم اكتفى بالسكات باش ما توهش المشاعر ديالهم بحديث اللي يقدر يخرج الجراح. ستات عينيها حاسه بالضعف، وجسم ديالها مرهق ما كرهاتش غير تنعس غير سوايع.
جلست في واحد الكرسي كما دار هو من قبل، اصر على انه يخلي المساحه بيناتهم باش ما يضغطش عليها. يبديك الحاله كافي هذاك الشيء اللي كتعاني وحاسه به، ورغم سكاتة اغلب الوقت والرد ديالها اللي كان جاف عليه، ولكن كان كيحس تماما داك الشيء اللي كدوز به، صراعات نفسيه اكيد كيقلب في التصرفات ديالها واجابات القصير على شي حاجه تبين له بلا سامحاته. تخبطات مشاعر ديالو ما بين الراحه والقلق. شي مرات كيحس بالراحه في الوجود ديالها معاه وخا ماشي حدا، كيسرق لها النظره هكا مره مره في الوقت ديال النعاس ديالها البسيط، حتى انه في واحد المرات جرأ وهز التليفون وصورها شحال من صوره، وملي فاقت بعد بحال داك المراهق في الاخر ديال الكوروار كيدقق الشباب ديك التصاور وحتفظ بقلبه الادق تفاصيل ديال وجهها. وهنا حس بالخوف من واحد المصير اللي غيقدر يكون هو الفراق في النهايه، غيخرج شهاب من هنا وغتبعد عليه وغيبدا هو مره اخرى من الصفر. كيف كانت كتراقب كتلاحظ الاقتراب ديالهم منه، ولكن كانت بحال اللي مشلوله باغا تهرب، باغا تهرب من السيطره ديالو عليها، ولكن رجليها ما كيقدروش. برقيه سمعت لواحد الهمسه حدا ودنيها، دارت هكا بشويه وهي كتشوف قريب منها تحت يدو على دراعها ويقول لها رؤيه رقيه. انا ما عرفاتش انه قريب منها حتى لديك الدرجه، حتى تلفتات مزيان ما كاينش فاصل بيناتهم، سنتيمترات قليله. دغيا حسات من الجسم ديالها تهز، مشافت في عينيه بحال كان عينيه كيطلبوها انها تقبل الاعتذار ديالو. يلا بدا كيحاول انه يقرب منها، عارف انها غتبعدو، ولكن هي كانت محدوده. شاف شويه تقول له باغا نعس باغا نرتاح، كان في حيره انه يبعد لها ولا يبقى حداها، ولكن التصرف ديالها ولا حسم ديك الحيره. دارت راسها على كتفه وسدات عينيها بتاعها مستسلمه للنوم، هي عارفه ان في الصباح غتواجه معركه اخرى غتهدم مع هاد اللحظات اللي كانت دافيه. تسنى حمزه دقائق كيحاول يفهم مشاعر ديالها، ما توقعش هاد الشيء، توقع الشراسه الغضب الكره التحدي، ولكن لا ماشي هاد الشيء. اكتشف ديك الساعه ان مازال كتبغيه، عاد ارتاح وسكنت المشاعر ديالو، قرر انه يتجرأ عليها اكثر واكثر وبدا كيحضنها، خلى صدره ساد عليها مفرط السعاده ديالو ما قدرش ينعس. الصباح بدات كتفيق رقيه على واحد تربيتات هكا حنينه على وجهها، كانت مرهقه كتشبت بالنعاس اكثر واكثر، كتحرك بحال داك القط الصغير ملي كيقلب على داك الحضن ديال مولاه. فركات في وجهها في صدرها في صدره في حركه لا اراديه، كان حمزه كيراقب بهدوء كينافذ ديك الثوره اللي حاسها، حل بغي يحضنها اكثر واكثر، كيسرق ديك اللحظات الزوينه في داك الواقع المؤلم بلا تردد. غاد كسر بيدو على الجسم ديالها معنقها بحال باغي يدخل صدرو، وهز البصر ديالو كيشوف في السقف كيتنفس وحضنها بداك الشكل، تنايض بعمق ورجع كيشوف فيها مره اخرى كيحاول انه يفيقها. عاد تسمات وهي تقول له حمزه حتى هنا خديت غرفه خاصه للاسيل تقدر تمشي تما تبدل فيها. واخا شكرا، دخلات وسدات الباب موراها. بانت لها اسيل جالسه بحال ديك الوليدات كتسنى مشهد مهم في شي فيلم، كتراقب شهاب بشغف وامل. ابتسمت رقيه البراءه ديالها وهي تقرب منها، اسيل وضبت لي حوايجك. ما بعداش البصر ديالها على شهاب وهي تجاوبها لا ما غنخليش شهاب، حمزه راه خدا لك البيت لهنا تقدري تبدلي فيه حوايجك يلا وغا هنايا. رفضت اسيل لا بغيتو ملي نفيق نكون اول واحد يشوفه، مات على رقيه وهي تقول لها كتضحك وتبغي ملي يشوف يشوفك هكا مالي دابا، جاوبتها مستغربه وهي تقول لها رقيه تحت عينك حل حوايجك، هي ما تبدلاتش هذه 4 ايام على الاقل نوضي بدلي حوايجك غسلي وجهك. ايوا نسيتي ملي كنتي كتقولي لي شهاب خصو يشوفني فانا في كامل الاناقه ديالي، ضربها ساعات في يديها. واش كتضحكي عليا رقيه؟ بس لا راسها وهي تقول لها والله ما كنضحك عليك حبيبه، انا بغيتك فعلا تكوني زويله اول ما يحل عيني يشوفك. يلا دخلي راهي حاطه لك واحد الشنطه فيها حوايجك حدا الباب. وهي تنوض اسيل واخا ولكن خليك انت هنا مع معافاك ما نخليهش بوحدو. هزات لها رقيه راسها في الصمت وجلست بلاصتها، وخرجت اسيل فرحان بحال شي عصفور كيغرد من الفرحه ديالو، كتسنى داك اللقاء اللي كتسنى على احر من الجمر. بقات رقيه بلاصتها كتشوف في السقف مره في الارض مره بحال كتهرب من تشوفها فيه، حيت عارفه ان قلبها واللي ما كيعرفش البغض غادي يسامح شهاب مهما دار، اللي عارفه انها كدور في حلقات مفرغه ما لقاتش قرار وما عرفاش ان قرار صحيح، ما عرفاش كيفاش غتعامل. سكت انتبه على صوت شهاب وكيقول لها سميتها، ظنته انه مازال تحت تاثير المسكن ويتجه جهته. اسيل هي غادي دابا، سكت سمعو كيقول لها لا بغيتك انت. ركزات شوفها في وجهه لقاتو كيحل عينيه بشويه بحال خايف يشوف فيها،
الشوفه ديالو كتهز كل ما طلقات نظراتهم. طيله ديك الايام كان تحت تاثير المخدر والمسكنات، ولكن ما خلاتوش الكوابيس والاحلام كتهاجمو، خلاتو شي مرات ما كرهش يغوت باعلى صوتو باش يخرج منها. ولي بدا كيفيق المحاسيل جالسه غافيه بلاصه الدار بلا مازال ناعس، راه ما رغم انه حاس بالشوق ليها ملي خطب ايراتو في ديك اللعبه. يشوف الا نفسو اهدافه والطموحه ديالو كتجسد في اسيل، حيت الوحيده اللي قدرات تهدم اسوار قلبه بعد الوفاه ديال الام ديالو عوضته على كل شيء تعلق بها بشكل هستيري، وكان هو السبب الاقوى عنده باش يدفع لديك الخطه. ملي كان كيخبرهم انه ما قصدش اديها، بالفعل ما قصدش، ولكن تجرأ المبادئ ديالو وخياله صور له ان افضل طريقه هي انه هكا يبعد على رقيه. ولكن بعد ما ضرباتو ديك السياره حس بقلبه تزعزع وحس عقله، شاف الشريط ديال حياته. ديك الساعه صار بينه وبين نفسه ان ديك اللعبه ديالو حقيره، اولها هذا واخر هذا. خرج من العمق ديال الافكار ديالو على رقيه وهي كتسولو شهاب واش انت بخير واش فقتي. الفرحه ديالها بالثقه ديالو زادت من تأنيب الضمير عنده، ما خسرش ديك الطريقه باش يبعدها رغم انه كاين شحال من حل وحل كان يقدر ينفذو، ولكن خلى شيطانو كيسيطر عليه. صدعيني وحله رقيه اسمحي ليا، وهي تقول له سامحتك. سكت دقائق بعدها ما قدرش يتفوه بشي كلمه، قررت انها تسامحه بعد ما عرفت ان اسيل متعلقه به. فكرت في جميع الاحتمالات حتى انها تخيلت العواقب، ما فكرتش في نفسها ولا بمعتقداتها، خلات كل شيء على جنب وقررت انها تلقى الحل المناسب ماشي غير يناسبها غير وحده، يناسب اختها اللي كتعجب تعشق شهاب. وهي كتفكر فكرت بجديه اكثر في رد الفعل ديال بابا، هي اللي عرف طلاق من ناس بزوج تقدر توقع له شي حاجه ما غاديش يتحمل، اكيد غادي يطيح اللوم عليها هي بالتاكيد. وانا داكشي اللي دارو شهاب ما كان الا رد فعل على داكشي اللي دارته معاه طيله الفتره ديال الخطوبه ديالو هو واسيل، حتى انتبهت على كلامه. بصح رقية سمحتي ليا ولا غير هضره؟ سمحت لك على قبل اختي شهاب، اسيل روحها متعلقه بك. حاول يتقاد في الجلسه ديالو ما قدرش ويتمنى لا لا غير بشويه راه كلك مهرس تقريبا، الحادثه كانت خايبه بزاف. بلا عريق هو كيشوف السقف ومنعش قد مع اللي حارقه داس من عينيه كتعبر على الندم ديالو، هو كيقول لها اكيد الله كياخذ لك حقك من هي، والله كان عندي اول نموت ولا رجع لتاني للحياه ونتفكر داكشي اللي درته. هي تقول له هادشي كله قدر ونصيب، الله يحفظك، انا فعلا ممكن ما نسمحش لك ولكن فكرت في اختي. يلا نوض نوض وحاول انك تبرى دغيا على قبلها. سد عيني هو كيخبرها بجميع داكشي اللي حاسو، كتهز الهم ديالك والهم ديالها. وعاد حمزه اللي ما عندوش صدر في هادشي، دخل حمزه ديك الساعه في داك الوقت واقف ويقول اخيرا قلتي كلمه ديال الحق ها قبل ما تتوكل على الله وتلقى الله. شاف رقيه قبل ما يوقف حدا شهاب من الجهه الاخرى، ايوا مزيان هو قال لك ما عندي نفس شي حاجه. شافت فيه شوفه طويله فسرها هو يا بلا كعيا عليه، اما هي التزمت الصمت حول بصره ديال جهه شهاب. الحمد لله على سلامتك، واه هاد الدبسينه معاك صاحبي هاد الايام. ابتسم له شهاب الله يسلمك صاحبي معليش عييتكم معايا. ابتسم له حمزه هو كيشوف فيه. شهاب قرر انه يكمل ينهي جميع المخاوف ديالو وديك الهواجس اللي كتسيطر عليه. رقيه سمحت ليا، بقى انك تسمح ليا تنسى وتاكد انه والله ما كنت باغي نادي شي حد غير خاني التفكير ديالي والشيطان سيطر عليا. قطب حمزه هكا حواجبه ويقاطع رقيه سمحت لك؟ بدا كيشوف فيها فعلا سمحتي ليه؟ هزات راسها بصمت ويقرب جهتها. وانا ويا تقول له وانت شنو؟ من حقي انا نطلب انك تسمحي ليا. بلات شفايفه وهي كتجاوبو متوتره كتهرب من النظرات ديالو. سمحت لك على قبل اسيل، هما بزوج كيبغيو بعضهم ما يقدروش يبعدوا على بعض. ويشير لها مستغرب وحنا اللي غادي نقدروا نبعدوا على بعضنا ياك؟ جاوبت وهي كتحرك راسها بموافقه وعينيها معلقين من النظرات ديالو بحال داك اللي بغي ينتحر. وهي تقول له اه عادي نقدروا، ويكرر موراها آه عادي لا لا شكون اللي قال لك ماشي عادي؟ ويتقول له علاش شنو علاش؟ قاعد عاتو بحال بوحدهم في ديك الغرفه ما كاينش شهاب وكيتسنى اللحظه الحاسمه باش يدخل، حيت كان بغيك وما غاديش نخليك. هنا هو يدخل شهاب رقيه رغم داكشي اللي درتو في حقك كان غلط، ولكن ما يمكنش يكون هذا القدر ديالكم، هذا الطريق اللي عرفتو بعضكم فيه وبغيتو بعضكم. جاوباتو بجمود ما كاينش شي حب كيتولد من غلطه. ويقول لها حمزه ولكن كيجي الصح بعد الغلط، الحب ديالك هو الحاجه الصحيحه اللي في حياتي. بدات كتشوف فيه مباشره كتشوف واش صادق في كلامه
رغم ان ديك النبره ديالو لمسات قلبها، خالوها دموعها في ديك اللحظه ما عرفاش تفسرهم، واش ضعف ولا حب سيطر عليها. قرب منها حبسها هكا باصله راسها، سمحي لي ريحي قلبي وسامحيني. بصح الدموع وهي كتشوف فيه ويقول لها ثاني، انا ماشي قل من هذا الكلب هذا باش تسمح لي هو وانا لا. والله حسن شنو بغيتي نخرج نتلقى لشي طوموبيل؟ اقسم بالله سنديرها. ضحكات من دموعاويه ويقول له شي على قبل يسمحي لي، عطاني واحد القتله طلعصا على قبلك، عمر شي واحد ما سلخني ديك العصا. قطبات فيه حواجبه واش كتهضر بصح؟ جواب حمزه هو شديد. هاد القصه هادي نعاودها لك من بعد برا، يلا خلي شهاب حتى هو يضرب مع مراته. ولكن ويقاطع وجاره وسط الباب مورام، كنقول لك عيان واش ما عندكش خوت عيان مرض ولا شنو؟ خلي السيد مريض. قاطعته اسلمي وقفات مورا، واش هفا كتم داك اللفظ البديع اللي في الداخل ديالو ويدور كيتسناك اسيل يلا دخلي عند راجلك. وهي تقول له ممكن نهضر مع رقيه بوحدنا؟ ما كانش يغوت في وجهها، كانت هذه الفرصه ديالو باش يسديك الصفحه نهائيا، ولكن ديما القدر كيعاندو. انتهزت اسيل ديك الفرصه ديال انه بعد، وهي تقول مرتابكه رقيه انا عارفه شنو ممكن تقولي عليا، ولكن انا كندير هكا مع شهاب حيت انا بنت الاصل وما عندوش شي واحد من غيري، ولكن غيكون مزيان غيولي مزيان غنطلب من الطلاق. يلا بغات تغوت عليها وتقول لها كتكذبي كتدفني المشاهد ديالك اللي كتعشقو، ولكن برات داكشي اللي كديرو من واجب الاصول. قررت نفسها كانت عارفه ان عمرها ما تبعد عليه، وانت غتقدري تبعد عليها اسيل؟ هي تقول لها اللي دارو فيك ماشي قليل، خليك من اللي دارو فيا وخطط لهذا الشيء حيت كيبغيك. بلعت اسير رقاويه تقول لها وفعلا كيبغيني، ولكن انت ما تسهليش هكا منه، انا غلطت ملي كنت كنمشي نعاود له على كلامك، ما كانش خصني نديرها، كنت كنحاول ننبه ولكن قلبات بالعكس وكرهتوا بعضكم. هي تقول لها رقيه بعقلانيه كنا غلطانين بزوج، ما كاينش شي حد ما غلطش في هذه القصه هذه، حتى انا غلطت بكلامي ليك، وديك الكميه التوتر اللي عيشتكم فيها كان المفروض اني كنت نبعد، هذا الاختيار ديالك في الاخر. شدات اسير يد رقيه وهي تقول لها رقيه شهاب ماشي خايب، والله انا ما عرفتش اش دار هكا صدمني والله من الخطه ديالو، ولكن خايب الدخل ديالو ماشي خايب، بالعكس كان كيبغيك، انا اللي بالغباء ديالي كرهتو فيك. صافي هادشي فات ومات، سمحت ليه كيف ما سمحي لي كيف ما انا سمحتو، شهاب فعلا كيبغيك. خلات اسير فرحانه عند شهاب، ابتسمت رقيه وحسات لان الاول مره كتصرف بطريقه صحيحه. من غامسه في التفكير حتى كتنبه لواحد اليد قويه جارها لواحد البيت القريب، بدات كتشوف لقاتو حمزه. حمزه شنو كدير؟ صد الباب مورا، صالحتي مع كلشي، الدنيا كلها عندك في الوردي، تجي عندي سلقاني وكتقلبي بالرعد والبرق والزوابح، مالك؟ اش من برق ولا رعد؟ واش مقتنع بهادشي اللي كتقول؟ واش هادي بلاصه مناسبه نهضرو فيها؟ قرب منها وهي كتبعد اللور، شوف اي حركه هكا هلا هكا تسيقني ما نسمحش لك، ضيق فيها عيني. اش من حركه؟ واش انتي مسطية ولا شنو؟ شهقات وهي كتقول له ما نسمحلكش حصار براسك، حصار براسي كثر من هكا، واش انتي غادا كتفرقي في الحب على الناس كاملين، وانا كنتسنى منك كلمه زوينه والو، عقدات في حواجبها، انت اللي انت حيت مسكين زعما حاوطه هكا دغيا، انا اللي كنبغيك شنو؟ واش ما تحنيش عليا شويه؟ كتمض الضحكه ديالها، تستاهل كثر من هكا، ياك انا نستاهل. راه يتيم زعما واش ما عندكش قلبي حنا لهاد اليتيم؟ عقدات حواجبها وهي تقول له لا ما عنديش. بصح نيت ما عندكش؟ ما عنديش. دازت فتره بدا كيتعود شهاب على رقيه اكثر واكثر، وتبدد داك الجفاف اللي كان بيناتهم ولو على طبيعتهم. قدر يهدم ديك الافكار الغالطه والظن السيء من خلال كلامه معاها ملي كيكونوا جالسين مثلا، كان الحاله دي كيعطى يظن ان داك الوجه المتجهم غير ليه هو، ان الجمود ديال ملامحها غير ليه، كلامها اللعبه. ولكن دابا عارف ان داكشي اللي قالته اسيل بصح لشخصيه رقيه، حس بالذنب ملي خبراتو اسيل في لحظه صافا على داكشي اللي داس به رقيه من خلال تجارب ديال صحاباتها. تاسم ملي تفكر واحد اللقب اللي كانت كتطلقو على عفاف صاحبتها ما منعش لسانهم تسيل من الشتائم الخاصه بها. هاد المده اللي دوزها مع عائله اسيل كان عندها فضل كبير ان الحاله ديالو الجسديه والنفسيه تحسن، وعمره ما غينسى الاصرار ديال الاب ديال اسيل ملي قال له بلي غتخرج من المستشفى لعندنا للدار، لان كاين رقيه واسيل غادي يهتموا بك وغادي يعاونوك لانك محتاج الرعايه دابا وحنا عائلتك. وما غينساش المزاح ديال حمزه واللي كان كيخفي مورا داك الضيق والغيره، وكيقول له تمشي دير حادثه ديال سير باش تمشي عندهم الدار، وانا شنو غادي ندير؟
كانت هذه غريبه، راحه غريبه لاول مره كيحس بها. نهايه سعيده اخيرا. كان كيظن وكيظن حتى ولا عقله عامر بالتخيلات المظلمه. كانت عنده رقيه هزه الصنيانه فراشه العشا شهام، حتى ساق قدامه ويبدا يضحك. حاسب الله حمزه غيتشل من هاد الشوش اللي انا فيه. حاس ماشي متاكد. صون التليفون ديالها، شارت لشهاب وهي تقول له ها هو غير جبدنا سيرتو، ها هو خرج نيت، يلا خذ كمل ماكلاتك بالصحه. هز لها راسو في صمت، بدا كياكل عشاه. كان حاس بالراحه وديك الابتسامه اللي كانت كتلازمو شحال هادي رجعات وتربعات على عرش فمو. اما عينيه رجعوا لديك الطبيعه ديالهم. دخلت رقيه الغرفه ديال عسير وهي كتجاوب وي حمزه. وي حمزه واش انتي غتبقاي كتفشي غير فشي ولا لا؟ فركات صبعها بتوتر كتحاول توضح ان داكشي اللي كديرو راه غير انسان مريض ما عندوش شي واحد وما عجبوش الحال. معليش غير مريض وهكا. شنو هي؟ واش فعلا انت اللي كتراعي؟ ضغطت على الحروف. انا ايه دابا جوج الاسابيع كنفهمك ان اللي هكا هادشي اللي كنديرو ما سميتوش فشوش، وانت ما قدرتش تفهم. وهادشي اللي مستغربو، واش ما فكرتوش تعرضوني حتى مره اخرى نجي نجلس معاكم؟ عجبكم غير شهاب. معليش مره اخرى. واخا يلا بسلامه. قطع الاتصال فجاه. استغربت من هادشي اللي كيديرو، فهمت والو. بدات كتكتشف جزء كبير في شخصيته، خصوصا ديك الغيره العمياء عنده. كان شي مرات كتكون تهضر معاه وكيسمع بالصدفه داك المزاح ديالها مع شهاب، اولا خرجت منها شي ضحكه ولا شي مزاح، وكيبدا كيأنف فيها وكتحس بيه صافي بلي غيطرطق. سمعت الجرس ديال الباب، خرجت كتحل حلاته حتى كتلقى حمزه قدامها داير يدو في جيبو. ما عرضني حد، قلت نعض على راسي وجاي. يلا خلي لي الطريقه بيبي. بعدا بيدي ودخل وهي مصدومه من التصرف ديالو. بدات كتسمع ماما كترحب به، عرفات ان هاد الزياره اكيد موراها شي سبب اللي ما عارفاش. داتو ساعتين العشاء وكلهم مجموعين كيشوفوا واحد الفيلم. واحد اللحظه اللي بقات فيها غير رقيه وحمزه، حتى كيتلفت عندها. حسيت براسي بلا كعيتك وجيت باش نعطيك. وهي تشوف فيه، لا واقيلا خصك تمشي عند شي طبيب. مؤخرا ولاو التصرفات ديالك هكا غراب حمقين، غادي تخرج عندنا بزوج بينا. عافاك يا حمزه، وصل كيدك جلس هكا دير عقلك. بدا كيهز راسو براف. خصني نتصالح معاك، شكايه ليا خصني نتصالح معاك. وين فاجر في وجهه. شوفي غتوافقي على اننا نعجلوا المواعيد ديال العرس والله، وتقولي لي شهاب ولا رجليه مارسه، ديك الساعه نجعل فيك العافيه انت وياه، وغادي نهرسلو رجل اخرى. شغلي انا في حد، انا يتيم، انا باغي شي واحد يرد باله مني. حلات فما كتحاول تعترض ويقول لها يلا انا شنو مشي. بدات كتشوف فيه مستغربه المواقف ديالو. يلا موافقه، يلا غاجلس. واخا يلا، رغم ان الموافقه ديالك تحت تهديد ماشي من قلبك، ولكن ماشي مشكل. ضيقات عينها وهي كتقول له مستبد، وتوسعت عينيه وكيقول لها كتغيريني؟ لا. قرب منها ويقول لها براحتك ولالا، العرس ديالنا ان شاء الله يكون في الاخر الاسبوع. كان غيحمق بالافعال ديالو مؤخرا، دغيا تبدل ديك الافعال ديالو الرزينه الثابته، ولا متهور كيدير شي حوايج ما كتقدرش تفسرهم. والقدر عنده اسباب، رغم ان اللقاء ديالو كان مدبر وانه راه اللعبه، ولكن القلوب ديالهم دغيا ولاو كيهواو بعضهم. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالقصه، وصلنا للنهايه ديالها. ما تنساوش ديروا لايك، ما تنساوش تخلي تعليق، ما تنساوش تبارطاجيو القصه. شكرا لكم على الاستماع، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب مع قصه اخرى. السلام عليكم.